طب هنتكلم النهاردة عن الـ Sequential Circuits Design. وزي ما اتكلمنا الأسبوع اللي فات، Designing Clocked Sequential Circuit أو Synchronous Sequential Circuit بيبدأ من أول ما أديك الـ Specification، بقول لك عايزك تعمل Sequential Circuit بتعمل الـ Function الفلانية all the way لغاية ما أوصل إني أطلب منك تعمل الـ Logic Diagram أو الـ Logic Circuit بتاعة الـ Sequential Circuit دي. بس في بعض الأحيان ما اتكلمناش عنها المحاضرة اللي فاتت، لكن هنتكلم عنها المحاضرة دي، بنحتاج حاجة اسمها Excitation Table. ايه هو الاكسيتيشن تيبل ده؟ هو عباره عن تيبل بيليست كل الريكوايرد انبوت لفليب فلوب. يعني لو عندك مثلا فليب فلوب معينه، بيليست كل الريكوايرد انبوت بتاعت الفليب فلوب دي جيفن التشينج اوف ذا ستيت، جيفن التغيير في الستيت. طب معنى الكلام ده ايه؟ تعال نشوف السلايد الجايه نفهم اكتر معنى الكلام ده ايه. في بعض الاحيان ببقى انا عارف ايه هو الترانزيشن من البريزنت ستيت او من كرنت ستيت للنكست ستيت. يعني فور اكزامبل انا بقول لك انه في ترانزيشن دلوقتي انت عن ستيت 00 والنكست ستيت بتاعتك هي عباره عن 01، تمام؟ لكن احنا قلنا الترانزيشن من وان ستيت لانذر ستيت في حاجه بتتحكم فيه، اللي هي ايه؟ اللي هي الانبوت بتاع الفليب فلوب. يعني امتى اتنقل من 00 لغايه 01 ده محتاج انبوت معين، هل الانبوت ده هو 0 ولا الانبوت ده هو 1؟ and at the same time الانبوت ده كمان بيطلع كمان اوتبوت. يعني فور اكزامبل لو انا في انبوت، لو انا في ستيت 00 and then I move to state 01 والانبوت بتاعي 0، then what is the output؟ دي another point. فاللي بيتحكم في الترانزيشن من one state لانذر state الانبوت. ففي بعض الاحيان انا ببقى عارف الترانزيشن ده، انا ببقى عارف اني موجود في state 0، هي دي present state بتاعتي او current state، and the next state وعارف النكست state بتاعتي هي مثلا 01، بس ما اعرفش مين الانبوت اللي بيخليني اعمل ترانزيشن من 00 لغايه 01. ففي السيتويشنز دي بحتاج حاجه اسمها excitation table. امتى السيتويشن دي بتحصل؟ بتحصل لما يبقى انت عارف البريزنت ستيت وعارف النكست ستيت، بس ما بتعرفش الانبوت اللي يوديك من الستيت دي للستيت التانيه دي. ففي الحاله دي بتحتاج حاجه اسمها اكسيتيشن تيبلز. والاكسيتيشن تيبل ده هو عباره عن ايه؟ زي ما قلنا انه بيليست كل الريكوايرد انبوت للجيفن ستيت اوف تشينج. يعني لو انت بتتغير من وان ستيت لانذر ستيت، ايه كل البوسيبل انبوت بتاع التغيير ده؟ يعني لو انت في 00 ورحت ل 01، ايه كل البوسيبل انبوت اللي انت ممكن تاخدها او ممكن السيكونسر سيركت دي تاخدها علشان تموف from this state to another state. فده هو مفهوم الاكسيتيشن تيبل. يبقى الاكسيتيشن تيبل ده ايه اهميته او ليه بحتاجه؟ بحتاجه ساعات لما بكون عارف الترانزيشن from the present state to the next state، بس ما اعرفش ايه الانبوت اللي يخليني بتاع الفليب فلوب اللي يخليني اعمل الترانزيشن ده. في الحالة دي بحتاج حاجة اسمها excitation table، والexcitation table ده بيليست كل ال required input، بيليست كل ال required input for that given change of the state. فقبل ما نروح للexample، طيب ايه هي situations، ايه هي situations اللي بحتاج فيها excitation table ده؟ حاجة زي الexample اللي قدامك ده. انا مديك state diagram وعايزك وبطلب منك انك تجيب circuit diagram. طب فمن state diagram ده انت ممكن تجيب ايه؟ state table. ممكن تجيب الفورم الاولاني من الستيت تيبل، فيرست فورم اللي ساعات بنسميه 1D، او السكند فورم اللي ساعات بنسميه 2D. فانت ممكن تجيب من الستيت دايجرام ده ممكن تجيب ذا تو فورمز اوف ذا ستيت تيبل. طب وانس يو هاف ذا ستيت تيبل، دلوقتي مطلوب منك تجيب الستيت ايكويشن. بس الستيت تيبل ده لو انت فاكر من المحاضره اللي فاتت، ده كان متقسم الى 3 او 4 سيكشنز. اول حاجه عندي البريزنت ستيت، بعد كده الانبوت اللي هو الاكس، كان ساعات بنسميه الاكس، بعد كده النكست ستيت، بعد كده الاوتبوت. لو انت فاكر او النوع الثاني، او اللي هو السكند او ال 2D، اللي هو كان فيه ايه؟ كان فيه ثلاثه سيكشنز بس، اللي هو البريزنت ستيت والنكست ستيت والاوتبوت. فالستيت تيبل ده ما فيهوش اي حاجه تنم عن الانبوتس بتاعه الفليب فلوب. فازاي تقدر تطلع الستيت ايكويشنز؟ لو انت فاكر الستيت ايكويشنز اللي اتكلمنا عليها المحاضره اللي فاتت، هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن ايكويشنز بتاعه الانبوت بتاع الفليب فلوبس والاوتبوت ايكويشن. طب دلوقتي الستيت تيبل ده ما فيهوش اي انفورميشن عن الانبوتس بتاعه الفليب فلوب، فازاي تقدر تطلع ستيت ايكويشن من غير ما يكون عندك اي معلومه عن الانبوتس بتاعه الفليب فلوبس؟ ففي الحاله دي هنحتاج نجيب حاجه اسمها اكسيتيشن تيبل. وقلنا الاكسيتيشن تيبل ده بيقول لك ايه هي الريكوايرد انبوت بتاعه الفليب فلوبس دي عشان تعمل ترانزيشن من الستيت الفلاني ده للستيت نمبر 2. وانس يو هاف ذا ستيت تيبل، ممكن باستخدام الستيت تيبل ده تطلع ايه؟ تطلع الاكسيتيشن تيبل. Once you have the excitation table, now you have both. You have the state table and you have the excitation table. لما يكون عندك الاثنين تقدر تطلع بعد كده الستيت ايكويشن. اول ما يبقى عندك الستيت ايكويشن تقدر ترسم على طول السيركت دايجرام. فدي الكيس الاولانيه اللي بحتاج فيها الاكسيتيشن تيبل.
في كيس تانية ان يبقى معاك ستيت تيبل على طول، انا مديك الستيت تيبل دايركتلي وبعدين بطلب منك برضو تطلع ستيت ايكويشن. لو معاك الستيت تيبل برضو فانت معكش اي انفورميشن عن الانبوتس بتاعت الفليب فلوب، فانت محتاج الاكسايتيشن تيبل عشان باستخدام الاثنين الستيت تيبل والاكسايتيشن تيبل تقدر تطلع الستيت ايكويشن وبعد كده تطلع السيركت دايجرام. طب خلينا نشوف شويه اكزامبلز عن الاكسايتيشن تيبلز دي هي عباره عن ايه. خد بالك من حاجه، احنا قلنا الاكسايتيشن تيبل دي بتقول لك ايه، بتقول لك كل الريكوايرد انبوت، كل الانبوت اللي انت محتاجها علشان تعمل موفمنت من البريزنت ستيت او تعمل ترانزيشن من البريزنت ستيت للكرنت ستيت. فعندي تو كولومز في الاول، عندي كيو تي اللي هي البريزنت ستيت وعندي كيو تي بلس 1 واللي هي النكست ستيت. فدول التو كولومز الاساسيين اللي عندي. فحاجه زي الاس ار فليب فلوب، فاكرين الاس ار فليب فلوب اللي اتكلمنا عنه المحاضره اللي فاتت؟ عنده لو انا بعمل ترانزيشن من الكرنت ستيت او البريزنت ستيت اللي اسمها 0 للنكست ستيت اللي اسمها 0، ايه هو الانبوت بتاع الفليب فلوب دي؟ يعني دلوقتي انا بقول لك لو انت الكرنت ستيت بتاعتك 0 او البريزنت ستيت بتاعتك 0 وكمان النكست ستيت بتاعتك هتبقى 0. طب جيفن التشينج اوف ذا ستيت ده، جيفن التغيير في الستيت ده من 0 ل 0، ايه هو الانبوت في الكيس دي؟ يعني هما ايه الانبوت بتاعي؟ دايما الاس ار فليب فلوب ليها اتنين انبوت اس وار. طب ايه الاس والار؟ اس وار دول واخدين فاليوز ايه لما الفليب فلوب دي تموف من 0 ل 0؟ هتلاقي انه لما الفليب فلوب الاس ار فليب فلوب دي تموف من ستيت 0 لستيت 0 هتلاقي الانبوت بتاعي اللي هو الاس والار عباره عن 0 اند دونت كير. ولما يكون الاس ار فليب فلوب دي بتموف من ستيت 0 لستيت 1 then الانبوت بتاعي اللي هم الاس والار هيبقوا الاس ب1 والار هتبقى ب0. لما اجين لما الفليب فلوب دي بتموف من ستيت 1 to state 0 then الانبوت بتاع الاس والار هيبقوا 0 في الاس and 1 في الار. واخر رو خالص انه الستيت الكرنت ستيت 1 والنكست ستيت 1 ساعتها الانبوت بتاع الفليب فلوب هيبقى عباره عن الدون كير في الاس والار ب0. طيب ده الاكسايتيشن تيبل بتاع الاس ار فليب فلوب. وي هاف انذر وان ويتش از الاكسايتيشن تيبل بتاع الجي كي فليب فلوب. لما يكون الكرنت ستيت بتاعتي 0 والنكست ستيت 0 ساعتها الانبوت بتاع الجي كي فليب فلوب هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى عباره عن الجي ب0 والكي دون كير. ولما يكون الكرنت ستيت في الجي كي فليب فلوب 0 والنكست ستيت 1 ساعتها هيكون الانبوتس بتاع الجي والكي عباره عن 1 في الجي والكي از دون كير. وتاني لما يكون الترانزيشن لما يكون الكرنت ستيت ب1 وفي ترانزيشن ل0 في النكست ستيت ساعتها هيكون الانبوت بتاع الجي كي فليب فلوب عباره عن دون كير في الجي و1 في الكي. واخر حاجه خالص لما يكون الكرنت ستيت 1 وكمان النكست ستيت ب1 ساعتها هيبقى الانبوت للجي كي فليب فلوب هو عباره عن دون كير في الجي والكي تبقى ب0. وزي ما عندنا اكسايتيشن تيبل للاس ار فليب فلوب والجي كي، عندنا كمان اكسايتيشن تيبل للدي فليب فلوب والتي فليب فلوب. فور اكزامبل الدي فليب فلوب لما يكون ترانزيشن من 0 ل 0 لما تغير من الكرنت ستيت اللي اسمها 0 للنكست ستيت اللي اسمها 0 الدي انبوت، بيكوز انا عندي هنا انبوت واحد بس في الدي فليب فلوب وفي التي فليب فلوب انا عندي انبوت واحد بس، هيبقى الفاليو بتاعت الانبوت ده ب0 او هو اللي هو الدي. لما يكون الكرنت ستيت 0 بموف للنكست ستيت اسمها 1 ساعتها هيبقى الانبوت بتاع الدي ب1. لما موف من 1 ل0 بكون في الكرنت ستيت 1 وموف ل0 ساعتها هيبقى الدي ب0، ولما يكون في كرنت ستيت 1 وموف ل1 ساعتها هيبقى الدي ب1. And so on, we have another one for T flip-flop. برضو بشوف كل الترانزيشن بشوف بموف من 0 ل 0 يبقى T بكام، من 0 ل 1 يبقى T ب1، من 1 ل 0 يبقى T1، من 1 ل 1 هيبقى T ب0. طيب يبقى لكل flip-flop في excitation table زي ما كان في characteristic table، في كمان حاجة اسمها excitation table. بشوف كل ال given الترانزيشن أو ال change في الستيت ده سواء من 0 ل 1 أو من 1 ل 0 أو من 0 ل 0 أو من 1 ل 1 ايه هيكون الانبوت في السيتويشنز دي او الريكوايرد انبوت في السيتويشنز دي، سواء كان عندي 2 انبوتس زي الاس ار فليب فلوب او عندي 1 انبوت زي الدي والتي فليب فلوب. طب سؤال مهم هنا بقى، انا اصلا جبت الاكسايتيشن تيبل دي ازاي؟ طيب علشان نجاوب على السؤال ده خلينا نبص على السلايد اللي بعد كده. طب فاكرين التروث تيبل اللي كنا عملناه علشان نطلع الكاركترستيك تيبل بتاع كل فليب فلوب؟ هنعمل نفس الكلام هنا، عندنا تروث تيبل فور اكزامبل للجي كي فليب فلوب، هنستخدم التروث تيبل ده علشان نطلع منه الاكسايتيشن تيبل بتاع الجي كي فليب فلوب.
فزي ما اتكلمنا المحاضرة اللي فاتت، التروث تيبل بتاع الجي كي فليب فلوب او الاس ار فليب فلوب هو عبارة عن ثلاثة انبوت، وقلنا الثلاثة انبوت دول هما ايه؟ اول حاجة الجي والكي او الاس والار لو احنا بنتكلم على الاس ار فليب فلوب، والكيو اوف تي. الكيو اوف تي اللي هو ايه؟ الكرنت اوتبوت او الكرنت ستيت. ليه قلنا الكرنت اوتبوت؟ لان اني واي الكرنت اوتبوت ده بيدخل تاني انبوت ل الفليب فلوب علشان اقدر اطلع النكست ستيت او النكست اوتبوت. فعندي ثلاثة input J وال K وال Q، وال Q ده هو ال current state. فبجيب كل ال possible combinations بتوع ال J وال K وال Q. عندي 3 variables، فانا عندي 8 rows. طيب، وبرضو لو انتوا فاكرين من المحاضرة اللي فاتت لما كنا قلنا ازاي جبنا Q T plus 1، فقلنا بناء على characteristic table انه لو الاثنين input ال J وال K، لو الاثنين input ال J وال K 0 0، ساعتها ال next state هي عبارة عن ال current state. فلو current state بزيرو يبقى next state بزيرو، لو current state بون يبقى next state بون. إنما لو كان الجي والكي، الجي بزيرو والكي بون، فده معناه إيه؟ ده معناه إني بعمل resetting للnext state. في next state كانت دايما بتطلع بزيرو طالما الون موجود في الكي. هتلاقي qt plus 1 في الرو ده بزيرو وqt plus 1 في الرو ده بزيرو. طيب، ولو قلنا إنه لو كان في 1 في الجي، فده معناه اني بعمل سيتنج للنكست، بعمل سيتنج للنكست ستيت. فده معناه اني بحط 1 في النكست ستيت، وده اللي بيتحقق في التو روز دول. واخر حاجه قلنا لو الجي والكي الاثنين ايكوال 1، فده ساعتها الكيو تي بلس 1 او النكست ستيت هي عباره عن ايه؟ قلنا هي عباره عن الكومبلمنت فورم اوف ذا كرنت ستيت، وقلنا دي حاجه اسمها الكومبلمنت ستيت. كان عندنا نو تشينج ستيت، set state, reset state and the complement state، ودي كانت ايه؟ ال state الاخيرة خالص، ان ال j وال k الاثنين بيساوي بعض وبيساوي 1، الاثنين بيساوي 1. وساعتها ال qt plus 1 او ال next state هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن ال complement form بتاع ال current state. فلو current state ب 0 يبقى next state ب 1، لو ال current state ب 1 يبقى next state ب 0. هو ده ال truth table اللي اتكلمنا عليه المحاضرة اللي فاتت لما جينا نتكلم عن ال characteristic table بتاعة ال jk flip flop وال other flip flops. طب برضو باستخدام نفس التروث تيبل ده هنحاول نطلع منه الاكسايتيشن تيبل. طب لو فاكر الاكسايتيشن تيبل من السلايد اللي فاتت هي عباره عن ايه؟ عباره عن 4 كولومز. اول 2 كولومز هو الكرنت ستيت او البريزنت ستيت والنكست ستيت، فدول اول 2 كولومز حطيتهم زي ما هم. انما ان انا اكون في ستيت 0 وموف لستيت 0، او اكون في ستيت 0 وموف لستيت 1، او اكون في state 1 وموف لستيت 0، او اكون في state 1 وبرضو اموف لستيت 1. فدول ال 2 كولومز الاولانيين ال present وال current state. طيب دلوقتي اول رو خالص في التابل ده هو عباره عن ايه؟ 0 في ال q و 0 في ال q t plus 1. طب دور على الرو ده في التروث تيبل الموجود عندنا ده، دور على 0 0 في ال 2 كولومز دول، وشوف كم رو من الروز الموجودين في التروث تيبل ده بيحقق الكونديشن ده اللي هو بكون في ستيت 0 وموف لستيت 0. فلو دورت على الرو ده في التو كولومز دول في التروث تيبل، هلاقي ان عندي ده بيتحقق مرتين. بيتحقق في الرو ده لما يكون الجي والكي الاثنين بزيرو، ساعتها الكيو او النكست الكرنت ستيت والنكست ستيت بيبقى الاثنين بزيرو. او الكيس الثانيه ان لما يكون الجي بزيرو والكي ب1، برضو اللي بيحصل ان بيكون ال current state بزيرو وال next state بزيرو. فال condition ده انه بكون في ال current state بزيرو واروح ل next state زيرو بيحصل في مرتين. المرة الاولانية انه يكون ال j بزيرو وال k بزيرو، دي مرة اول مرة. والمرة التانية انه يكون ال j بزيرو وال k ب1. ايه الثابت هنا في الاثنين في ال two variables دول؟ هتلاقي دايما الثابت ال j. ال j لازم تبقى زيرو عشان يتحقق الكونديشن ده، او عشان يتحقق الترانزيشن ده من الكرنت ستيت اللي اسمها 0 للنكست ستيت اللي اسمها 0 في الجي كي فليب فلوب. لازم زي ما شفنا من التيبل ده لازم الجي دايما تبقى بزيرو، لكن الكي ممكن تبقى مره بزيرو وممكن تبقى مره ب1، مش اساسي تبقى بزيرو. فاللي انا هعمله هنا ايه؟ ان انا هريبليس ال0 و1 بتاعه الكي دي، هريبليسها بدون كير واحط الجي بزيرو. يبقى ده معناه ايه؟ ده معناه عشان تعمل ترانزيشن من ستيت كرنت ستيت اسمها 0 لنكست ستيت اسمها 0 في الجي كي فليب فلوب، فانت لازم يبقى عندك الجي الانبوت اللي اسمه جي ده لازم يبقى عندك بزيرو. بس الكي الانبوت الثاني اللي اسمه كي ممكن ياخد اي فاليو، ممكن ياخد 0 او 1، علشان كده حطيت الفاليو بتاعته بدون كير. طيب لو بصينا على الستيت اللي بعد كده او الرول اللي بعد كده في الاكسايتيشن تيبل ده، هلاقي ايه؟ انه بكون في كرنت ستيت 0 وبعمل ترانزيشن للنكست ستيت اسمها 1. طيب بنفس المبدا هدور
في التروث تيبل بتاعي ده على امتى بتحقق الكونديشن ده، ان بكون في كرنت ستيت، في كرنت ستيت 0 وموف نيكست ستيت 1، هلاقي ده بتحقق مرتين برضو في التو روز دول، الرو ده والرو ده. هلاقي انه لما يكون الجي ب 1 والكي ب 0، لما يكون الانبوت جي ايكوال 1 والانبوت كي ايكوال 0، البريزنت ستيت 0 تعمل ترانزيشن لنيكست ستيت 1. وكمان في ممكن مره تانية تحصل ايه، ان يكون الجي ب 1 والكي ب 1، ساعتها برضو هيحصل ان الكرنت ستيت اللي اسمها 0 هتعمل ترانزيشن لنيكست ستيت اسمها 1. يبقى عشان اعمل، عشان الكرنت ستيت 0 تعمل ترانزيشن لنيكست ستيت 1، ده بيحصل امتى؟ بيحصل في مرتين. المره الاولانيه امتى؟ ان يكون الانبوت جي ايكوال 1 والانبوت كي ايكوال 0، دي اول مره. لو الجي ايكوال 1 والكي ايكوال 0 والكي ايكوال 0، ساعتها الكرنت ستيت هتبقى 0 وهعمل ترانزيشن لنيكست ستيت اسمها 1. طب دي اول كيس. في كيس ثانيه ممكن تحصل ايه، ان الجي يبقى ب 1 والكي يبقى ب 1، ساعتها برضو لما اكون في ستيت 0 اسمها كرنت ستيت 0، هقدر برضو هموف لنيكست ستيت 1. فده بيحصل مرتين، ان المرتين الموجودين في التو روز دول. طب ايه الثابت هنا؟ هتلاقي برضو الثابت ان الجي لازم تبقى ب 1، لكن الكي ممكن مره تاخد 0 وممكن مره تاخد 1. فاقدر من كده اقول انه عشان تعمل ترانزيشن من ستيت 0 لنيكست ستيت 1 باستخدام الجي كي فليب فلوب، فانت لازم يكون عندك الجي، الانبوت جي لازم يكون عندك بواحد، لكن الكي لازم ممكن تاخد اي فاليو، ممكن تاخد مره 0 ممكن تاخد مره 1. لكن الاساسي علشان تعمل الترانزيشن ده من كرنت ستيت اسمها 0 لنيكست ستيت اسمها 1 باستخدام الجي كي فليب فلوب، لازم الانبوت بتاع الجي يبقى ب 1، لكن الانبوت بتاع الكي ممكن يبقى باي فاليو. فده اللي انا موجود، فده اللي انا حطيته هنا في التو كولمز دول. طيب خلينا نشوف بقى ايه الرول بعد كده. طب لما اكون في ستيت 1 وعايز اعمل ترانزيشن لستيت 0، ايه الانبوت بتاعي؟ لما اكون انا في ستيت 1 وعايز اعمل ترانزيشن للنكست ستيت اسمها 0 يوزنج الجي كي فليب فلوب، فالانبوت بتاعي هيبقى عباره عن ايه؟ طيب خلينا نبص تاني في التروث تيبل، هنشوف فين التو كولمز دول بيبقوا 1 و 0 في التروث تيبل ده. هلاقي مرتين الكيو بتبقى 1 في بعدين بتموف ل 0 في الرو ده، والكيو بتبقى 1 بعد كده بتموف ل 0 في الرو ده. طب بص على الانبوت بقى في التو روز دول، هتلاقي امتى؟ هتلاقي علشان اعمل ترانزيشن من ستيت 1 لستيت 0 لازم يكون الانبوت في اول مره، لازم يكون الجي ايكوال 0 والكي ايكوال 1، ساعتها ممكن اعمل ترانزيشن من 1 ل 0، دي اول كونديشن. او ان يكون الجي ب 1 والكي كمان ب 1، ساعتها لو الاثنين دول ب 1 برضه هيحصل ترانزيشن من كيو، من الكرنت ستيت اللي اسمها 1 للنكست ستيت اللي اسمها 0. فعندي تو كونديشنز ممكن يحققوا لي الترانزيشن ده من 1 ل 0، اللي هم ايه؟ اول كونديشن او اول سيناريو انه يبقى الجي ب 0 والكي ب 1 اللي هو الرو ده، وتاني سيناريو انه يبقى لا الجي ب 1 والكي ب 1 اللي هو الرو اللي بعد كده. طب ايه الثابت هنا في التو سيناريوز دول؟ هتلاقي ان الثابت ان الكي لازم تبقى ب 1، صح؟ الكي لازم تبقى ب 1، لكن الجي ممكن تاخد اي فاليو، مره ممكن تاخد 0 ومره ممكن تاخد 1. فاللي انا بقوله ايه، ان عشان اعمل ترانزيشن من الكرنت ستيت ايكوال 1 لي نيكست ستيت ايكوال 0 يوزنج الجي كي فليب فلوب، ده معناه ان لازم احط في الانبوت، لازم احط الانبوت بتاع الجي كي فليب فلوب ده ان الكي تبقى بواحد، لكن الجي ممكن تبقى باي فاليو، ممكن احطها ب 0 ممكن احطها بواحد، اي دونت كير. فده اللي انا عملته هنا، عشان تعمل ترانزيشن من 1 ل 0 يوزنج الجي كي فليب فلوب، حط الكي ب 1، الانبوت بتاعك في الفليب فلوب دي الكي ب 1، لكن الجي حطها باي حاجه، يا اما 0 يا اما 1. طيب اخر ترانزيشن خالص، انما اكون انا اكون في ستيت 1 واعمل ترانزيشن لستيت 1. طيب هدور على الترانزيشن، على الكونديشن ده في التروث تيبل، هلاقي موجود برضو مرتين اللي هما الرو ده والرو ده. طب ابص على الانبوت بتاع التو روز دول، هلاقي انه لما يكون الكرنت ستيت بتاعتي ب 1 وموف للنكست ستيت اسمها 1 برضو، ده بيحصل امتى؟ ده بيحصل لما الجي تساوي 0 والكي تساوي 0، ده اول مره ممكن تحصل فيها. لو انا عايز اموف من ستيت 1 لنكست ستيت 1، ده بيحصل مرتين، لما يكون الجي ب 0 والكي ب 0 دي اول مره، والمره الثانيه لما يكون الجي ب 1 والكي ب 0. لما يكون الجي ب 1 والكي ب 0 برضو بيحصل ترانزيشن من ستيت 1 لستيت 1 لنكست ستيت 1. فدول المرتين اللي بيحصل فيهم الترانزيشن من كرنت ستيت 1 لنكست ستيت 1. طب ايه الثابت هنا؟ برضو هتلاقي برضو الثابت ان الكي لازم تبقى ب 0،
الكيف التو سيناريوز دول لازم تبقى بزيرو، لكن الجي واخده مره زيرو واخده مره 1، فممكن احط الانبوت عباره عن ايه، عن زيرو في الكي ودون كير في الجي. فده معناه ايه؟ ده معناه لو انت موجود في كرنت ستيت ايكوال 1 وعايز تموف لنكست ستيت اسمها 1 برضو بس باستخدام الجي كي فليب فلوب، فانت لازم تحط في الكي انبوت، في الانبوت اللي اسمه كي في الفليب فلوب دي لازم تحط زيرو. And then you can put anything in J. You can put either 1 or 0. ممكن تحط أي حاجة في الـ J. You don't care. ممكن تحط 1 أو 0. لكن لازم يكون الـ K بـ 0. لو عايز تعمل transition من 1 لـ 1. بس بالطريقة دي قدرنا نطلع الـ excitation table بتاع الـ JK flip flop باستخدام الـ truth table بتاع الـ JK flip flop زي ما عملنا قبل كده في الـ characteristic table لنفس الـ flip flop. وبنفس الطريقه ممكن نطلع كل الاكسايتيشن تيبل بتاعه الريميننج فليب فلوبس زي الاس ار الدي والتي فليب فلوب. طيب خلينا نشوف اكزامبل ازاي ممكن استفيد من الاكسايتيشن تيبل ده في الديزايننج السيكوينشال سيركت. طيب لو انا اديت لك الستيت تيبل ده، لو انت فاكر ده السكند فورم اوف ذا ستيت تيبل اللي احنا ساعات بنسميه 2 دي، فده الفورم الثاني من الستيت تيبل. فلو انا قلت لك ان الستيت تيبل ده هو عباره عن ستيت تيبل ل sequential circuit بتستخدم 2 JK flip flops وطلب منك شوية requirements. أول حاجة إن أنت تجيب ال state equations بتاعة ال sequential circuit دي، وتاني حاجة إن أنت ترسم ال state diagram. هنعمل كده إزاي؟ إحنا قلنا إنه طالما عندي state table وعايز أطلع state equation، قلنا ال state equations دي من المحاضرة اللي فاتت هي عبارة عن إيه؟ ال state equations هي عبارة عن إيه؟ هي عبارة عن ال equations بتاعة ال inputs بتاع ال flip flops المستخدمين في ال sequential circuit، وكمان بالاضافه الى كده الايكويشن بتاعه الاوتبوت. فلو عندك 2 فليب فلوبس كل واحده ليها 2 انبوت، فانت عندك 4 انبوتس توتال للفليب فلوبس دول، فانت عندك 4 ايكويشن واحده لكل انبوت، وعندك ايكويشن رقم 5 اللي هي الايكويشن بتاعه الاوتبوت اللي كنا ساعات بنسميه واي. فانا محتاج اجيب دي اول واحده، الاربعه الخمسه ايكويشنز دول، ومحتاج اجيب بعد كده ارسم الستيت دايجرام. طيب جيفن ان انا ما عنديش اي معلومات عن الانبوت بتاع الفليب فلوبس في الستيت دايجرام ده، الستيت دايجرام ده بيقول لي الانبوت بتاع السيكوينشال سيركت، خد بالك ده الانبوت بتاع السيكوينشال سيركت، لكن ده مش الانبوت بتاع الفليب فلوبس المستخدمين جوه السيكوينشال سيركت دي. الستيت دايجرام ما بيقولكش اي معلومه عن الانبوت بتاع الفليب فلوبس المستخدمين جوه السيكوينشال سيركت. طب ازاي اطلع الانبوت بتاع الفليب فلوبس؟ بستخدم حاجه اسمها ايه، الاكسايتيشن تيبل اللي احنا اتكلمنا عليه. طب بما ان دول عبارة عن جي كي فليب فلوبس وانا عندي 2 منهم، فانا عندي 4 انبوتس، اول انبوت اللي هو الجي اي والتاني انبوت اللي هو الكي اي، والدول الاثنين انبوت دول هم التو انبوتس للفيرست جي كي فليب فلوب اللي احنا مسمينها اي. طب السكند فليب فلوب اسمها بي، فعندي 2 انبوت تانيين اللي هم الجي بي والكي بي اللي هم الاثنين انبوت للسكند فليب فلوب. طيب برضو باستخدام الاكسايتيشن تيبل اللي اتكلمنا عنه التو سلايدز اللي فاتوا، هقدر ابص على البريزنت ستيت والنكست ستيت واطلع منهم الريكوايرد انبوت بتاع الفليب فلوب ده بتاع عشان اعمل ترانزيشن من الكرنت ستيت للنكست ستيت. خلينا نبدا. طب ايه الانبوتس بتاع دي الفليب فلوب دي؟ انا عندي 2 انبوت اللي هم الجي والكي، علشان اعرف الفاليو بتاعه التو انبوتس دول خلينا نبص على البريزنت ستيت بتاعه اي والنكست ستيت بتاعه اي. هبدا باول رو. اول حاجه عندي انا في current state اسمها 0 وبعمل transition او بموف لnext state اسمها 0. طيب باستخدام الاكسايتيشن تيبل اللي احنا طلعناه السلايد اللي فاتت، لما اكون في present state اسمها 0 واعمل transition لnext state اسمها 0، ده معناه ايه؟ ده معناه ان الj الانبوت بتاعي هيبقى ب 0 في الj وهيبقى don't care في الk. فده اللي انا هعمله هنا، ده معناه ان احط في الانبوت الاولاني اللي اسمه j ده هحط 0 وفي الk هحط don't care. ليه عملت كده؟ لانه باستخدام الاكسايتيشن تيبل انا عارف انه لو انا مستخدم جي كي فليب فلوب، لو عايز اعمل ترانزيشن من بريزنت ستيتس مع 0 لنكست ستيتس مع 0، ده معناه لازم الانبوت بتاعي يبقى فيه 0 في الجي، والكي ممكن تاخد اي فاليو. طيب نموف للرو اللي بعد كده، لما بكون برضو في نكست ستيتس مع بكون في كرنت ستيتس مع 0 وعايز اعمل موف لنكست ستيتس مع 0 نفس الكونديشن، يبقى بص تاني على نفس الرو في الاكسايتيشن تيبل، ده معناه ايه؟ معناه لازم الجي تبقى ب 0 والكي لازم تبقى بدون كير. فده اللي انا عملته هنا. طب نبص على الرو اللي بعد كده، لما اكون في current state او في present state اسمها 0 وعايز اعمل move لnext state اسمها 1، طيب هبص على الاكسايتيشن تيبل بتاع الجي كي فليب فلوب، هلاقي ان الرو ده بيتحقق هنا. طب ده ساعتها ايه الانبوت المفروض يبقى عباره عن ايه؟ هلاقي الانبوت لازم يبقى الجي ب 1
ولازم يبقى وممكن يبقى الكيب اي حاجه، فهحطه دونت كير. خد بالك لما اكون في كارنت ستيت اسمها 0 وعايز اعمل ترانزيشن لنكست ستيت اسمها 1 باستخدام الجي كي فليب فلوب، لازم يبقى في 1 في الجي، والكي ممكن تبقى اي فاليو فبحطها دونت كير. طيب الرو اللي بعد كده 0 0 بكون كارنت ستيت 0 نكست ستيت 0، فدي برضو هي اول رو في الاكسايتيشن تيبل. الانبوت لازم يبقى ب 0 في الجي ودونت كير في الكي، وده اللي انا عملته هنا. طيب الستيت اللي بعد كده او الرو اللي بعد كده بكون current state اسمها 1 والnext state اسمها 1، يعني بكون في state 1 وبموف برضو لstate 1. هلاقي ده موجود فين في الاكسايتيشن تيبل؟ موجود في اخر رو خالص، لما يكون ال q of t ب 1 وال q of t plus 1 ب 1. ده معناه ان الانبوت بتاع الفليب فلوب دي لازم يبقى عباره عن ايه؟ لازم يبقى عباره عن 0 في الكي، لازم يبقى في 0 في الكي، والجي ممكن تبقى اي فاليو فبحطها don't care. فده اللي انا عملته هنا، 0 في الكي والجي اي فاليو او don't care. طيب الرول اللي بعد كده تاني واحد في الكرنت ستيت وبموف برضو النكست ستيت واحد، فنفس الكلام اخر رو هنا الجي بدون كير والكي بزيرو. طيب الرول اللي بعد كده نفس الكلام، الكرنت ستيت ب1 والنكست ستيت ب1، فتاني نفس الرو في الاكسايتيشن تيبل الجي بدون كير والكي بزيرو. اخر رو خالص انا بكون في كرنت ستيت اسمها 1 وعايز اعمل موف لنكست ستيت تانيه اسمها 0، فده موجود فين في الاكسايتيشن تيبل بتاع الجي كي فليب فلوب؟ هلاقي ده موجود في الرو التالت، بكون في الكرنت ستيت 1 وعايز اعمل موفمنت او ترانزيشن لنكست ستيت اسمها 0، لازم الانبوت بتاعك يكون في 1 في الكي، لكن الجي ممكن تاخد اي فاليو فبحطها بدون كير. فتلاقيني هنا حطيت 1 في الكي والجي بدون كير، وكده انا جبت كل الريكوايرد انبوت بتاع اول جي كي فليب فلوب اللي هو ايه، جيفن الترانزيشن في الستيت اللي موجود عندي في الستيت تيبل ده. دلوقتي عملت ايه؟ بصيت على كل present state وكل current state في ال state table ده اللي هما بتوع ال flip flop A، وبناء على two values دول قدرت اطلع باستخدام ال excitation table قدرت اطلع ال inputs بتاعت ال flip flop دي. طيب هنعمل نفس الكلام لل تاني flip flop اللي اسمها flip flop B، هي برضو JK flip flop، فهستخدم نفس ال excitation table، لكن المرة دي هبص على ايه؟ هبص على اتنين columns مختلفين. هبص على الكولوم اللي اسمه B في ال present state، وهبص على الكولوم اللي اسمه B في النكست ستيت. ليه؟ لان دي الكرنت ستيت بتاعت الفليب فلوب B ودي النكست ستيت بتاعت الفليب فلوب B، فهبص على الاثنين دول. هعمل ايه دلوقتي؟ هبص على عند الكرنت ستيت اسمها 0، ايه النكست ستيت؟ هلاقي النكست ستيت اسمها 0. طب باستخدام الكرنت ستيت دي والنكست ستيت دي هلوك اب في الاكسايتيشن تيبل، هدور عليهم في الاكسايتيشن تيبل واشوف ايه الانبوت لما يكون الكرنت ستيت ب0 والنكست ستيت ب0. هلاقي الانبوت عباره عن الجي ب0 والكي بدون كير، فهحطهم and so on. هبص على الكرنت ستيت اللي هي مثلا اسمها 0 والنكست ستيت اللي اسمها 1، هلوك اب الاثنين ستيت دول في الاكسايتيشن تيبل، هدور عليهم في الاكسايتيشن تيبل واشوف ايه الانبوت المقابل للكونديشن ده، ان اكون في كرنت ستيت 0 واعمل ترانزيشن لنكست ستيت اسمها 1. يبقى ساعتها ايه الانبوت الريكوايرد عشان يحصل الترانزيشن ده؟ الانبوت الريكوايرد ان يكون الجي ب1 والكي بدون كير بس، وان سو اون، علشان املى التو كولمز التانيين او التو انبوتس بتوع الجي الجي في كي فليب فلوب التاني. يبقى كل اللي عملته هنا علشان اطلع الانبوتس بتاعت الجي كي فليب فلوبس، ان انا عملت ايه؟ ان انا بصيت على الستيت دياجرام، سواء كان الفورم الاولاني من الستيت دياجرام او الفورم الثاني من الستيت دياجرام. انا عندي الفورم الثاني، فبصيت على البريزنت ستيت بتاعت الفليب فلوب والنكست ستيت بتاعت الفليب فلوب. لو انا بستخدم فليب فلوب A فبص على النكست على البريزنت ستيت بتاعت فليب فلوب A والنكست ستيت بتاعت الفليب فلوب A، واشوف انا بعمل ترانزيشن من ستيت A لستيت A، هل من 0 ل 1، من 0 ل 0، من 1 ل 0 and so on. عرفت انا بعمل ترانزيشن من A ل A، ادور على الترانزيشن ده في الاكسايتيشن تيبل اللي عندي. انا عندي كل فليب فلوب ليها اكسايتيشن تيبل، فهدور على الترانزيشن ده سواء من 0 ل 0، من 0 ل 1، من 1 ل 0، هدور عليه جوه الاكسايتيشن تيبل، تمام؟ واشوف بقى بناء على الترانزيشن ده ايه الانبوت اللي ريكوايرد عشان يحصل الترانزيشن ده. يعني فور اكزامبل لما اكون عايز اعمل ترانزيشن من 0 ل 0، ايه الانبوت الريكوايرد؟ هلاقي الانبوت الريكوايرد لازم يبقى الجي ب 0 والكي دونت كير. لازم اعمل ترانزيشن من 1 ل 0، هلاقي الانبوت الريكوايرد ان الجي دونت كير والكي ب 1 and so on، وابدا اعمل فيلنج للانبوتس بتاعه الفليب فلوب دي بناء على الانبوت الريكوايرد لما بعمل ترانزيشن من الحاله الفلانيه او من البريزنت ستيت للنكست ستيت. فدلوقتي بقى عندي ايه؟ بقى عندي الانبوتس بتاعه الفليب فلوبس، وطالما بقى عندي الانبوتس بتاعه الفليب فلوبس فاقدر اطلع الستيت ايكويشنز. ليه؟ لان احنا قلنا ان الستيت ايكويشنز هي عباره عن الايكويشنز بتاعه الانبوتس بتاعه الفليب فلوبس دي.
طيب فهطلع الايكويشن دي ازاي؟ هطلعها باستخدام الكي ماب زي ما استخدمنا الكي ماب في محاضرات قبل كده. هعمل ايه؟ هعمل كي ماب لكل كولوم من الكولومز دي. هنا عندي 4 كولومز، فهعمل 4 كي مابس عشان اطلع الايكويشن بتاعت كل انبوتس من الانبوتس بتاعت الفليب التو فليب فلوبس اللي انا عندي. طيب لو بدأنا بأول كولوم اللي هو الجي اي اللي هو اول انبوت في اول فليب فلوب، كل اللي هعمله ايه؟ ان انا هعمل كي ماب للكولوم ده. فدي الكي ماب بتاعت الكولوم، الاي هو عباره عن الروز والبي والاكس هم عباره عن الكولومز. خد بالك ان الاي اهو هو الستيت هنا، والبي الثاني ستيت، والاكس اللي هو الانبوت، دول موجودين في الكولوم لكن الاي موجوده في الروز. طب وعملت فيلنج للكي ماب دي باستخدام الكولوم الموجود في الجي اي. طب هنا عندي كام جروب؟ لو لاحظت هنا عندي جروب واحد بس اللي هو ده، لان عندي 1 واحده بس، فمش محتاج اخد كل الاربعه دول في حاجه. فعندي جروب واحد هنا، ولو جبت الايكويشن بتاعت الجروب دي هتلاقيها هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن البي لان البي واخد 1، والنيجاتيف بتاع الاكس لان الاكس واخدها 0. فالايكويشن بتاعت الجي اي اول انبوت في اول فليب فلوب هي عباره عن بي معمول لها اند مع النيجاتيف بتاع الاكس. طيب هعمل نفس الكلام للسكند كولوم او السكند انبوت في اول فليب فلوب اللي هو اسمه كي اي، فبرضه هعمل فيلنج للكي ماب باستخدام الكولوم ده. نفس الكلام، الاي هي عباره عن الروز والبي والاكس هم عباره عن الكولومز، وده هو الكي ماب بتاع التاني كولوم ده. لو بصيت هنا عندك كام جروب؟ هتلاقي عندك برضه جروب واحد بس اللي هو الجروب ده، وهتلاقي انه الفاليو بتاعت الايكويشن بتاعت الكي اي هي عباره عن ايه؟ عباره عن البي معمول لها اند مع الاكس. ليه؟ لان الاثنين واخدين واحد هنا، فعباره عن البي اند الاكس، ودي الايكويشن بتاع الثاني انبوت في اول فليب فلوب اللي هو فليب فلوب اي. طيب هبص برضو على الانبوت اللي بعد كده اللي هو اول انبوت في ثاني فليب فلوب اللي هو الجي بي، والجي بي دي برضو هعمل فيلنج للكولوم ده في الكي ماب. فهلاقي هنا عندي كام جروب؟ هلاقي هنا عندي برضو 1 جروب بس اللي هو ايه؟ اللي هم الاربعه دول مع بعض. طيب ايه اللي ما بيتغيرش هنا؟ هتلاقي اللي ما بيتغيرش هم، لو بصيت هتلاقي ما بيتغيرش هو الاكس، الاكس هنا بواحد والاكس هنا بواحد. فالايكويشن بتاعت الجي بي دي هي عباره عن ايه؟ الايكويشن بتاعت الجي بي دي عباره عن ايه؟ عباره عن اكس. طيب واخر انبوت خالص اللي هو تاني انبوت في تاني فليب فلوب هو الكي بي، برضه رسمت له الكي ماب، فدي الكي ماب بتاعته. هنا عندي كام جروب؟ هتلاقي هنا عندي 2 جروبس، الجروب الاولاني اللي هو الجروب ده، والجروب الثاني اللي هو الجروب ده، التو كورنرز دول. طب لو حبيت تجيب الايكويشنز بتاعت التو جروبس دول هي عباره عن ايه؟ اول واحد هنا اللي ما بيتغيرش، هتلاقي اللي ما بيتغيرش هو عباره عن الاكس والاي، والاثنين وانز، فهي اي اكس الاثنين من غير نيجاتيف. وهتلاقي الجروب الثاني ده هو عباره عن ايه؟ الاي ما بتتغيرش لكن المره دي نيجاتيف، والاكس كمان ما بتتغيرش وبس المره دي نيجاتيف. هي عباره عن ايه؟ عباره عن اي معمول لها اند مع الاكس، والاثنين دول معمول لهم اور مع النيجاتيف بتاع الاي في النيجاتيف بتاع الاكس. فدي ممكن نقول عليها ايه؟ دي ممكن نقول عليها انها الاكس نور بتاع اي والاكس مع بعض. دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن اي اكس نور الاكس. فالايكويشن بتاعت الانبوت الثاني في الفليب فلوب الثانيه هي عباره الكي بي هي عباره عن اي اكس نور الاكس. فانا كده جبت الايكويشن بتاعت كل الانبوتس بتوع الاثنين فليب فلوبس اللي عندي، وبالتالي هي دي الستيت ايكويشنز اللي كانت مطلوبه مني. طيب ايه المطلوب الثاني؟ اني اعمل الستيت دايجرام. طيب باستخدام الستيت تيبل ده الموجود عندي جيفن في المساله، اقدر ارسم بكل سهوله الستيت دايجرام زي ما كنا ناقشناها في المحاضره اللي فاتت قبل كده. طيب خلينا نبص على اكزامبل ثاني علشان اقدر افاليو الامبورتنس الاهميه بتاعه الاكسايتيشن تيبل. طيب هنا برضو انا مديك ايه الاكزامبل الثاني ده؟ انا مديك فيه ستيت دايجرام. خد بالك المره دي انا ما اديتكش ستيت تيبل، لا اديتك ستيت دايجرام. طيب وبقول لك ان الستيت دايجرام ده هو عباره عن ستيت دايجرام لسيكوينشال سيركت بتستخدم ايه؟ تستخدم واحده دي فليب فلوب وانذر وان تي فليب فلوب. يبقى انا عندي اثنين فليب فلوب بس واحده دي فليب فلوب والثانيه تي فليب فلوب، دول الاثنين مستخدمين في السيكوينشال سيركت اللي مطلعه الستيت دايجرام ده. طيب وبقول لك يوزنج بقى الستيت دايجرام ده عايزك تعمل ايه؟ عايزك تكونستراكت الستيت تيبل سواء بقى الفورم الاولاني او الفورم الثاني، وتطلع الستيت ايكويشن. خلاص جبت الستيت تيبل، طلع الستيت ايكويشن، وبعد كده في الاخر خالص ارسم السيكوينشال سيركت دي.
يبقى هنا الاكزامبل جاي بطريقه مختلفه. انا مديك هنا ستيت دايجرام مش ستيت تيبل، وبقول لك ان الستيت دايجرام ده هو عباره عن ستيت دايجرام لسيكوينشال سيركت كانت بتستخدم اتنين فليب فلوب، واحد منهم دي فليب فلوب والتاني تي فليب فلوب، تمام؟ فانا عايزك من الستيت دايجرام ده وجيفن المعلومه دي عايزك تطلع الستيت تيبل وتطلع الستيت ايكويشن وبعد كده ترسم السيكوينشال سيركت بتاعت الدايره دي. طيب خلينا نبدا باول حاجه الستيت تيبل ده. طب هو قال لك ايه؟ قال لك عايز تطلع الستيت تيبل. طب انا عندي ستيت دايجرام يبقى اقدر اطلع ستيت تيبل بكل سهوله. عندك ستيت تيبل تقدر تعمل ستيت دايجرام بكل سهوله، الاثنين تقدر تطلع يعني لو عندك واحد تقدر تطلع الثاني المطلوب الثاني. يبقى انا هعمل ايه؟ طب علشان اعمل فيلنج للستيت تيبل ده انا محتاج اعرف ايه؟ محتاج اعرف عندي كام ستيت. انا قلت لك عندك اثنين فليب فلوب، واحده اسمها دي فليب فلوب والثانيه تي فليب فلوب، فكل واحده من الاثنين فليب فلوبس دول عندهم 1 ستيت، فانت عندك 2 ستيتس. عندك ستيت A هي عباره عن ستيت بتاعه الدي فليب فلوب، وان ستيت B هي الستيت بتاعه التي فليب فلوب، فانت كده عارف ان عندك اثنين ستيتس. طب ايه كل البوسيبل كومبينيشن بتوع التو ستيتس دول؟ اهم موجودين هنا اربعه قدامك 0 0 1 0 0 1 اند 1 1. طيب فانت انت عارف كده عندك اتنين ستيتس، ستيت A دي ستيت بتاعت الفليب فلوب دي، وستيت B الستيت بتاعت الفليب فلوب تي. طب عندي كام انبوت؟ هتلاقي دايما موجود على الاروز اللي موجوده في الستيت دايجرام ده هتلاقي فيه رقمين زي ما قلنا قبل كده، اول رقم هو الانبوت والتاني رقم هو الاوتبوت. طب الانبوت هنا واخد كام ديجيت؟ هتلاقي الانبوت از اونلي 1 ديجيت، يا اما 0 يا اما 1، فده معناه ان انت عندك انبوت واحد بس. لو الانبوت ده از 2 از 2 ديجيت يعني 0 0 0 1 1 1 ده معناه ان عندك 2 انبوتس، لكن طالما الانبوت ده عباره عن 1 ديجيت فانت عندك 1 انبوت بس. ونفس الكلام في الاوتبوت، طالما الاوتبوت عباره عن 1 ديجيت الاوتبوت ده هو الرقم الثاني في الموجود على الاروز، فطالما الاوتبوت هو 1 ديجيت فانت برضو عندك 1 اوتبوت. فانت كده عارف ان عندك A و B هما الستيتس، وعارف الاكس هي الانبوت، وعارف ان الواي هي الاوتبوت، وبالتالي تقدر تعمل كونستراكشن للستيت تيبل. الستيت تيبل عباره عن ايه؟ عباره عن اربعه سيكشنز، البريزنت ستيت، الانبوت، النكست ستيت، والاوت. طب ازاي ابدا اعمل فيلنج للستيت تيبل ده؟ زي ما اتكلمنا قبل كده دلوقتي عندك ثلاثه فاريبلز اللي هم الاي والبي والاكس، هتجيب كل البوسيبل كومباينيشنز بتوع الثلاثه فاريبلز دول. عندي ثلاثه فاريبلز يعني عندي 2 باور 3 يعني عندي 8 روز، يبقى عندي 8 روز هم دول كل البوسيبل كومباينيشن بتوع الثلاثه فاريبلز الاي والبي والاكس. طيب وبعد كده تعمل ايه؟ دلوقتي تبص على كل ستيت، على كل بريزنت ستيت موجوده في التيبل ده، وتدور عليها في الستيت دايجرام، وتشوف الستيت دي بتموف لانهي ستيت لما يكون الانبوت 0 مره ولما يكون الانبوت 1 مره ثانيه. يعني فور اكزامبل الستيت اللي اسمها 0 0 دي موجوده فين؟ اهي هي دي الستيت دي موجوده في السيركل الموجوده هنا عندي. طيب الستيت دي بتروح لانهي ستيت؟ وات از ذا نيكست ستيت اوف ذات ستيت؟ ايه النيكست ستيت بتاعت الستيت دي؟ امتى؟ لما يكون الانبوت بتاعك بزيرو. خلينا نبص على اول رو، فلما يكون الانبوت بتاعك بزيرو هلاقي انه لما يكون الانبوت بتاعك بزيرو الستيت دي اهو الانبوت بزيرو الستيت دي بتروح تاني لنفس الستيت، النيكست ستيت بتاعتها هي تاني 0 0. طب لما يكون الانبوت بتاعك بواحد، لما يكون الانبوت بتاعي بواحد الستيت اسمها 0 0 دي بتموف لانذر ستيت او لنكست ستيت اسمها 0 1 لما يكون الانبوت ب1. فانت كل اللي هتعمله هنا ايه؟ ان كل رو عندك في التيبل ده هو بيمثل حاجتين، بيمثل ايه الكرنت ستيت لما يكون الانبوت 0 او ايه الكرنت ستيت لما يكون الانبوت 1، وبناء على الاثنين فاليوز دول انت تقدر تبص في الستيت دايجرام اللي موجود عندك هنا ده وتحدد ايه هي النكست ستيت وايه هو الاوتبوت. طيب خلينا نبدا باول ستيت. اول حاجه عندي خالص ايه؟ 0 0 لما يكون الانبوت ب 0. طب هنبص هنا في الدايجرام ده فين الستيت اسمها 0 0؟ هلاقي الستيت اسمها 0 0 هي دي. طب الستيت اسمها 0 0 دي في اثنين اروز بيطلعوا منهم، في اثنين اروز بيطلعوا منها، ارو لما يكون الانبوت ب 0 وارو لما يكون الانبوت ب 1. طب دور على الاوت جوينج اروز، الاروز اللي طالعه من الستيت دي فين الاروز دي؟ هلاقي ان في ارو هنا هو طالع من الستيت دي وفي انذر ارو هو طالع من الستيت دي، فعندي اثنين اوت جوينج اروز. طب انا عايز انهي واحد؟ عايز الارو اللي لما يكون فيه الانبوت ب 0، فهلاقي الانبوت ب 0 هنا. خد بالك اول رقم في الموجود على الارو دايما اول رقم هو الزيرو، بعد كده سلاش الرقم الثاني هو الاوتبوت. يعني هنا الانبوت 0 والاوتبوت 0، هنا الانبوت 1 والاوتبوت 0. فبناء على فده معناه ايه؟ معناه ان لما يكون عندي الكرنت ستيت اسمها 0 0
والانبوت بتاعي اسمه زيرو، ساعتها النكست ستيت هي عباره عن ايه؟ هتلاقي ان الارو ده راجع تاني لنفس الستيت، فده معناه النكست ستيت هي عباره عن 0 0. طب واجيب الاوتبوت منين؟ الاوتبوت هو الرقم التاني زي ما قلت لك، فهو 0. فده معناه انه 0 0 دي هي البريزنت ستيت، وال0 ده هو الانبوت، او ال0 ده هو الانبوت، وبما ان الارو ده راجع لنفس الستيت فده معناه ان النكست ستيت هي عباره عن 0 0 والاوتبوت هو 0، فده انا حطيته هنا. طيب نبص على الرول اللي بعد كده. الرول اللي بعد كده بيقول لك ايه؟ بيقول لك لما يكون البريزنت ستيت 0 0 ايه هو الكرنت ستيت لما يكون الانبوت ب1. هتلاقي لما يكون الانبوت ب1 عندي الارو ده بيقول لي لما تكون في البريزنت ستيت 0 0 والانبوت ب1 انا بعمل ترانزيشن من 0 0 ل 0 1، فالنكست ستيت هي عباره عن ايه؟ 0 1، والاوتبوت الرقم الثاني ده، الرقم الثاني موجود على الارو اللي هو الزيرو، فتلاقي انا حطيت 0 1 والاوتبوت ب0. طب نبص على الرو اللي بعد كده. لما اكون في present state اسمها 0 1، يعني انهي واحده من الروز دول، انهي واحده من الاربعه ستيتس دول، يعني انهي واحده من الاربعه سيركلز دول، هلاقي ان ال 0 1 دي يعني السيركل اللي اسمه اللي موجوده هنا دي. طيب لما يكون ال current state هي 0 1 والانبوت ب0، خد بالك ال current state 0 1 والانبوت ب0، ايه ال next state؟ هتبص على الارو اللي بيحقق condition ده، اهو ال current state 0 1 والارو اللي فيه الانبوت ب0 اهو، هو ده الارو اللي فيه الانبوت ب0 هو ده. طب ساعتها يبقى النكست ستيت ايه؟ النكست ستيت انا بعمل ترانزيشن من 0 1 ل 0 0 والاوتبوت كام؟ الاوتبوت 1، فكده معناه انه النكست ستيت 0 0 والاوتبوت 1. طب تاني نفس الستيت اسمها 0 1 بس دلوقتي الانبوت ب1، الانبوت مش ب0، خد بالك الانبوت ب1، ده معناه ايه؟ ده معناه انه ببص على الكرنت ستيت دي اللي اسمها 0 1. طيب يبقى الكرنت ستيت بتاعت، يبقى النكست ستيت بتاعتي ايه؟ النكست ستيت بتاعتي هي 1 1 والاوتبوت هو 0، وده اللي انا حطيته هنا. لما يكون عندي ال 1 و 0، طب ال 1 و 0 دول موجودين فين في الاربعه سيركلز دول؟ هلاقي 1 و 0 هو الستيت دي، تمام؟ طب الستيت دي دلوقتي ايه النكست ستيت بتاعت الكرنت ستيت اسمها 1 و 0؟ لما يكون الانبوت ب 0، يبقى هبص على الاروز اللي طالعه من الستيت دي اللي عليها انبوت 0، هلاقي ان الارو ده هو طالع من الستيت دي والانبوت بتاعه ب 0، فده معناه ان النكست ستيت هي عباره عن ايه؟ النكست ستيت هي عباره عن 0 0 والاوتبوت بتاع النكست ستيت دي هو عباره عن كام؟ هو عباره عن ال 1، فده انا حطيته هنا 0 0 1. طب الرو اللي بعد كده 1 0، لكن المره دي الانبوت 1، فده معناه ان الكرنت ستيت 1 0 والنكست ستيت 1 0 برضه والاوتبوت عباره عن 0، فده اللي موجود هنا 1 0 و 0. طب الستيت اللي بعد كده عباره عن ايه؟ 1 1، فدي انهي سيركل؟ السيركل دي 1 1. طب ايه النكست ستيت بتاعت الكرنت ستيت اسمها 1 1 لما يكون الانبوت ب 0؟ هلاقي ان الارو ده هو هيقول لي هيكون لما يكون الانبوت ب 0 والكرنت ستيت 1 1 يبقى النكست ستيت هي عباره عن 0 0 والاوتبوت هو عباره عن 1، فتلاقي هنا حطيت 0 0 والاوتبوت 1. طب برضو نفس الستيت 1 1 لكن لما يكون الانبوت ب 1، نفس الستيت 1 1 لكن الانبوت ب 1، يبقى ايه النكست ستيت؟ شوف الارو ده رايح فين، هتلاقي الارو رايح ل 1 0، يبقى النكست ستيت 1 0. طب الاوتبوت كام؟ الاوتبوت 0، يبقى 1 0 و 0. يبقى احنا كل اللي احنا عملناه هنا ايه؟ ان انا عارف دلوقتي ما انا مديك ستيت دايجرام، تمام؟ وانت عارف عايز تعرف تجيب من الستيت دايجرام ده الستيت تيبل. طب اول حاجه محتاج تعرفها عندك كام فليب فلوب. انا قايل لك عندك 2 فليب فلوبس، طب ده معناه ان كل واحده من الفليب فلوب دول ليهم ستيت، فانت عندك كده ستيت A، سميها ستيت A دي بتاعت الفليب فلوب الاولاني، وستيت B الستيت بتاعت الفليب فلوب الثاني، فانت عندك 2 ستيتس دلوقتي A و B، فانت جبت اول سيكشن. تاني سيكشن ايه؟ تاني سيكشن الانبوت، عندك كام انبوت؟ عايز اعرف انا عندي كام انبوت. هتعرف المعلومه دي من ستيت دايجرام. ازاي؟ دلوقتي كل ارو في الاروز دي الموجودين في الستيت دايجرام هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن الانبوت، هو رقمين، هو الانبوت سلاش الاوتبوت. طب لو الانبوت واخد ديجيت واحد بس، يعني واخد 0 او 1، فده معناه ان الانبوت عندك هو عباره عن رقم واحد اكس بس. لكن لو الديجيت، لو الانبوت ده في الاروز، لو شايف الاروز دي الانبوت لقيته واخد 2 ديجيتس مثلا 0 0 0 1 1 0 1 1، فده معناه ان انت عندك 2 انبوتس ممكن تسميهم اكس وواي او اكس وزد، اكس اي فاريبلز. فبناء على الرقم الموجود على الاروز دول تقدر تحدد عندك كام انبوت جوه الستيت الستيت دايجرام. طب تحددت دلوقتي عندك كام، ايه هي البريزنت ستيتس وايه هو الانبوت، حددت الاثنين دول،
دول كام فاريبلز؟ دول عندك دلوقتي 3 فاريبلز بالنسبه للاكزامبل ده، بالنسبه للاكزامبل ده هما 3 فاريبلز. طيب هات كل البوسيبل كومبينيشن بتوع ال 3 فاريبلز دول، هما عباره عن كام؟ 2 باور 3، فعندك 8، فعندك 8 روز في الستيت تيبل ده. دلوقتي انت جبت اول 2 سيكشنز، البريزنت ستيت والانبوت. طب جبت اول 2 سيكشنز، دلوقتي عايز اجيب الاثنين سيكشنز التانيين اللي هما النكست ستيت والاوتبوت. جيفن الكرنت ستيت اللي انا فيها دي وجيفن الانبوت ده، هتبقى ايه النكست ستيت؟ هعرف المعلومه دي ازاي؟ هبص على الستيت دايجرام ده. دلوقتي كل رو من الروز دول بيمثل حاجتين، بيمثل الكرنت ستيت، اول اتنين كولومز بيمثلوا الكرنت ستيت، والتاني والتالت كولوم بيمثل الانبوت. طب هبص على اول اتنين كولوم واشوف الستيت اسمها مثلا 00 دي موجوده في انهي سيركل في الدايجرام ده، لقيتها مثلا في سيركل ده اللي هو السيركل الاولاني ده. طيب دلوقتي جيفن انا موجود في الكرنت ستيت دي، لو الانبوت بتاعي بزيرو هو الكولوم التالت، هتبقى ايه النكست ستيت؟ فانت تدور على الارو اللي طالع من الستيت سيركل دي وعليه انبوت زيرو رايح لانهي ستيت، والستيت اللي هو رايح لها دي هتبقى هي النكست ستيت. فانا هنا فور اكزامبل لقيت ان 00 ده والارو اللي طالع منه وعليه زيرو، لقيت الارو اللي طالع من الستيت دي وعليها انبوت زيرو الارو ده، بس هو راجع لنفس الستيت، فده معناه انه النكست ستيت هي كمان 00، والاوتبوت هو ايه؟ هو الرقم الثاني اللي موجود هو بعد السلاش هو 0، فده معناه ان الواي بزيرو. طب فور اكزامبل حاجه زي ده الستيت اسمها 01 موجوده فين؟ الستيت اسمها 01 اهي. طب لما يكون الانبوت بتاعك ب1 يبقى دور على الارو اللي طالع من الستيت دي وعليه الانبوت ب1. طب فين هلاقي الارو اللي طالع من الستيت دي وعليه الانبوت ب1؟ هو الارو ده. طب رايح لانهي ستيت؟ رايح لستيت اسمها 11، يبقى الستيت دي هي النكست ستيت. فهتلاقي هنا طب والاوتبوت الرقم الثاني اللي موجود على الارو، انا قلت لك الرقم الاول ده الانبوت، الرقم الثاني هو الاوتبوت، فالاوتبوت هو 0. فيبقى هنا لما يكون عندي 01 والانبوت 1 الاوتبوت او النكست ستيت هتبقى 11 والاوتبوت هيبقى 0 and so on. وبالتالي تقدر تعمل باستخدام الستيت دايجرام ده تقدر تعمل فيلينج للستيت للستيت تيبل. طيب يبقى اول مطلوب ان انت تجيب الستيت تيبل، جبناه. تاني حاجه ايه؟ ان انت تطلع الستيت ايكويشنز. طيب بنفس الطريقه اللي احنا شفناها في الاكزامبل اللي فات، دلوقتي عندك ستيت تيبل سواء بقى كان 2D او 1D، يعني الفيرست فورم او السكند فورم. دلوقتي انت محتاج تجيب الانبوتس بتاعت الفليب فلوبس. احنا قلنا ان الستيت تيبل ده ما فيهوش اي انفورميشن عن الانبوتس بتاعت الفليب فلوبس. قلنا الانبوت الموجود هنا ده هو الانبوت بتاع الدايره لكن مش الانبوت بتاع الفليب فلوب. طب عشان نجيب الانبوتس بتاعت الفليب فلوب بحتاج اعمل ايه؟ قلنا بنحتاج الاكسايتيشن تيبل. طيب فهنا نفس الطريقه، انا عندي كام فليب فلوب؟ قلنا عندي 2 فليب فلوبس، عندي الفليب فلوب الدي وفليب فلوب تي. خلينا نسمي الفليب فلوب الاولانيه اللي هي الدي انها اسمها A، والفليب فلوب الثانيه التي اسمها B. فده معناه ان الانبوت بتاع الفليب فلوب الاولانيه اللي هي الدي فليب فلوب اسمها دي اي، والانبوت بتاع الفليب فلوب الثانيه اللي هي التي فليب فلوب اسمها تي بي. يبقى عندي 2 انبوتس، واحده لكل فليب فلوب. طيب خلينا نجيب اول حاجه، يبقى انا كده عايز كام؟ عايز 2 اكسايتيشن تيبل، واحد للدي فليب فلوب والثاني للتي فليب فلوب. طب خلينا الاول نفوكس على الدي فليب فلوب، فعايز اجيب الانبوت بتاع الدي فليب فلوب. فخلينا نبص على الاكسايتيشن تيبل بتاع الدي فليب فلوب. طيب هعمل ايه؟ اول زي ما قلت لك هتبص الاول على البريزنت ستيت او الكرنت ستيت اللي انا موجود فيها. بما ان احنا بنتكلم عن الدي فليب فلوب فاحنا قلنا ان الستيت بتاعت الدي فليب فلوب هي اسمها ايه؟ اسمها A. فانا هبص على ايه؟ هبص على الكولومز اللي ليها علاقه بايه في البريزنت ستيت وفي النكست ستيت. دلوقتي ليه ببص على الكولوم الايه؟ لان احنا قلنا الستيت بتاعت الدي فليب فلوب هنسميها A، والستيت بتاعت التي فليب فلوب هنسميها B. دلوقتي انا هبص على الدي فهبص على الستيت اللي اسمها A. طيب هبص على ايه؟ هبص على الكرنت ستيت وايه النكست ستيت، فلاقي ان الكرنت ستيت 0 والنكست ستيت ب 0. طب هندور على التو كونديشنز دول في الاكسايتيشن تيبل، فلاقي ده موجود في الرو ده. لما اكون في الكرنت ستيت اسمها 0 وعايز اموف لنكست ستيت اسمها 0، ده معناه ان الانبوت بتاع الفليب فلوب دي او الدي فليب فلوب لازم يبقى ب 0، فهحط هنا 0. طب بعد كده هموف للرول اللي بعده، لما يكون عندي البريزنت ستيت 0 وعايز اعمل موفمنت للنكست ستيت والنكست ستيت برضه 0، ده معناه ايه؟ ده معناه لازم الانبوت يساوي كام؟ هلاقي برضه في الاكسايتيشن تيبل الانبوت لازم يساوي 0، فهحط 0 في تاني رو. طيب نفس الكلام بعد كده، النكست ستيت
ال current state 0 وبرضه ال next state 0، فده معناه انه وفقا لل excitation table فده معناه ان ال D input او ال input بتاع ال D flip flop لازم يبقى ب 0. طيب الرول بعد كده، لما اكون في present state 0 لكن ال next state بتاعتي 1، خد بالك انا موجود في present state 0 لكن ال next state بتاعتي 1، ساعتها لازم يبقى ال input بتاع ال D flip flop بكام؟ هتبص هنا في الاكسايتيشن تيبل هتلاقي لازم يبقى الانبوت بتاع الدي فليب فلوب بتاعك لما تكون الكرنت ستيت 0 والنكست ستيت 1 لازم يبقى الانبوت ب 1، فساعتها هتحط في الرو ده 1 في الدي اي. طب لما يكون الرو اللي بعد كده، لما يكون البريزنت ستيت ب 1 والنكست ستيت ب 0، لما اكون دلوقتي في ستيت 1 وعايز اعمل ترانزيشن لستيت 0، ساعتها لازم يكون الانبوت بتاع الدي فليب فلوب ده بكام؟ هنبص في الاكسايتيشن تيبل هنلاقي لما يكون الكرنت ستيت ب 1 والنكست ستيت ب 0 ده معناه لازم يبقى الانبوت بتاع الدي فليب فلوب بتاعك لازم يبقى ب 0، فده معناه ان انا هحط في الرو ده 0 لما يكون البريزنت ستيت ب 1 وكمان النكست ستيت ب 1، فالانبوت بيساوي كام هنا؟ هبص في الاكسايتيشن تيبل لما يكون الكرنت ستيت ب 1 والنكست ستيت ب 1 ده معناه لازم يكون الفاليو او الانبوت فاليو بتاع الدي فليب فلوب ده لازم يكون ب 1، فهحط هنا 1. طيب الرو اللي بعد كده، البريزنت ستيت ب 1 والنكست ستيت ب 0، ساعتها ايه هو الانبوت بتاع الدي فليب فلوب؟ هبص على الاكسايتيشن تيبل هلاقي ده موجود في الرو رقم 3، لما يكون البريزنت ستيت ب 1 والنكست ستيت ب 0 لازم الانبوت بتاع الدي فليب فلوب لازم يكون ب 0، فاحط هنا 0. طيب اخر حاجه، اخر رو خالص، لما يكون البريزنت ستيت ب 1 والنكست لما يكون البريزنت ستيت ب 1 والنكست ستيت ب 1 يبقى ايه الانبوت بتاع الدي فليب فلوب؟ هلاقي بناء على الاكسايتيشن تيبل هلاقي انه الانبوت بتاع الدي فليب فلوب لازم يبقى ب 1، فبالتالي انا كده قدرت اعمل فيلنج للانبوت بتاع الدي فليب فلوب باستخدام ايه؟ باستخدام الكرنت ستيت بتاعه الدي فليب فلوب والنكست ستيت بتاعه الدي فليب فلوب والاكسايتيشن تيبل، باستخدام التو فاليوز دول دورت عليهم في الاكسايتيشن تيبل وعرفت ان الانبوت بيساوي كام لما يكون في ترانزيشن ما بين this current state and that next state. طيب هعمل نفس الكلام للتي فليب فلوب، بس دلوقتي هبص على الاكسايتيشن تيبل بتاع التي فليب فلوب. خد بالك ان احنا قلنا الستيت بتاعت التي فليب فلوب هي عباره عن ايه؟ سميناها ايه؟ سميناها بي، فبالتالي هبص على الكولومز اللي اسمها بي في الستيت تيبل. عندي الكولوم الثاني ده هو الكرنت ستيت بتاعت التي فليب فلوب، والكولوم ده هو النكست ستيت بتاعت التي فليب فلوب. طيب خد بالك من حاجه، احنا سمينا الستيتس بتاعت التي فليب فلوب as b، سميناهم ب b، فبالتالي هبص على الكولومز اللي اسمها b في التابل ده، في الستيت تابل ده، فعندي ايه؟ عندي الكولوم ده اللي هو بيمثل الكرنت ستيت بتاعت التي فليب فلوب، والكولوم ده اللي هو بيمثل النكست ستيت بتاعت التي فليب فلوب. طب بنفس المبدا هبص ايه الكرنت ستيت وايه النكست ستيت وادور عليهم جوه الاكسايتيشن تابل بتاع التي فليب فلوب عشان اعرف ايه هو الريكوايرد انبوت. طيب لما يكون البريزنت ستيت ب 0 ويكون النكست ستيت ب 0، طيب ابص على الكلام ده جوه الاكسايتيشن تيبل بتاع التي فليب فلوب هلاقي انه موجود في اول رو، ده معناه لما تكون موجود في بريزنت ستيت اسمها 0 وعايز تعمل ترانزيشن لانذر ستيت او لنكست ستيت اسمها 0 لازم يبقى الانبوت بتاعك بكام؟ لازم يبقى الانبوت بتاعك ب 0، فهحط هنا 0 في اول رو. طيب لما يكون الرو اللي بعد كده، لما يكون عندي الكرنت ستيت اسمها 0 لكن النكست ستيت اسمها 1، لما اكون عايز اعمل موفمنت او ترانزيشن من ستيت 0 لستيت 1 وانا بستخدم تي فليب فلوب لازم يبقى الانبوت بيساوي كام؟ هلاقي ده بيتقال في تاني رو هنا، لما تكون في كرنت ستيت 0 وعايز تروح نكست ستيت اسمها 1 لازم الانبوت بتاع التي فليب فلوب لازم يبقى بيساوي 1، فهحط هنا 1. طيب لما يكون الكرنت ستيت بتاعت الكرنت ستيت ب 1 والنكست ستيت ب 0 ساعتها الانبوت بتاع التي فليب فلوب هيبقى بكام؟ هلاقي ده موجود في الرو ده، لما يكون current state ب 1 والnext state ب 0 ساعتها الانبوت لازم يبقى ب 1، فهحط 1 هنا. طيب الرو اللي بعد كده، لما يكون current state ب 1 والnext state ب 1، طيب ساعتها لازم يكون الانبوت بتاع التي فليب فلوب بكام؟ يعني لما اكون عايز اعمل transition من state 1 لstate تانية اسمها 1 لازم الانبوت بتاع التي فليب فلوب لازم يساوي 0، فهحط هنا 0. طيب الرو اللي بعد كده، لما اكون في ستيت 0 الكرنت ستيت وعايز اعمل ترانزيشن لنكست ستيت اسمها 0 هيكون الانبوت بتاع التي فليب فلوب بكام؟ هتلاقي ده موجود في اول رو، هتلاقي الانبوت لازم يبقى ب 0، فهحط هنا 0. طب لما يكون عندي البريزنت ستيت اسمها 0، لما يكون عندي البريزنت ستيت 0 والنكست ستيت 0 فنفس الكلام، يبقى ايه هو الانبوت بتاع التي فليب فلوب؟
الاقي نفس الكلام، اول رو لازم الانبوت يبقى بزيرو. طيب الرو اللي بعد كده الـ present state بـ 1 والـ next state بـ 0، يبقى الـ present state بـ 1 والـ next state بـ 0 هلاقي هو ده الرو. ده معناه ان لما اكون في state 1 وعايز اروح لـ state 0 لازم يكون الانبوت بتاع التي فليب فلوب لازم يكون بـ 1، وده الانبوت اللي انا موجود هنا. واخر رو خالص برضو لما يكون state الـ current state بـ 1 والـ next state بـ 0 يبقى الانبوت بتاع التي فليب فلوب لازم يبقى بـ 1 بناء على الـ excitation table ده. فانا كده قدرت باستخدام الـ excitation table وباستخدام الستيت تيبل قدرت اطلع الانبوتس بتاعه الفليب فلوب، قدرت اطلع التو كولومز او التو انبوتس بتوع التو فليب فلوبس، عشان انا عندي هنا دي فليب فلوب ليها انبوت واحد والتي فليب فلوب ليها والتي فليب فلوب ليها انبوت واحد، فانا عندي هنا توتال اتنين انبوتس، فانا عندي فقدرت اطلع التو انبوتس دول باستخدام الاكسايتيشن تيبل والستيت تيبل. طيب ايه الستيب اللي بعد كده؟ يبقى احنا كده اول حاجه طلبناها خالص الستيت دايجرام، وده اللي طلبناه. بعد كده طلبنا الستيت ايكويشنز، وقلنا عشان نجيب الستيت ايكويشنز دي محتاج ايه؟ محتاج اعرف الانبوتس بتاعت الفليب فلوبس اللي عندي. طب انا دلوقتي عندي الانبوتس بتاعت الفليب فلوب الاولاني، وعندي الانبوتس بتاع الفليب فلوب الثاني، وعندي كمان الاوتبوت نفسه، فاقدر اجيب دلوقتي ثلاثه ستيت ايكويشنز باستخدام الكي ماب زي ما عملنا في الاكزامبل اللي فات. طب فخلينا نعمل كي ماب لكل واحد من الانبوتس دول وكي ماب للاوتبوت، ونجيب ايكويشن بتاعت كل كي ماب. فاول انبوت هو عباره عن ايه؟ اول انبوت هو عباره عن الانبوت الاولاني في الدي فليب فلوب. الدي فليب فلوب ليها انبوت واحد بس اللي هو اسمه دي اي، فانا هعمل الكي ماب للدي اي ده. طب كل اللي عملته ايه؟ ان الكولوم ده مثلته جوه كي ماب. هنا عندي كام جروب؟ هتلاقي عندي اتنين جروبس، عندي الجروب ده وعندي الجروب ده. طب لو حبيت تجيب الايكويشن بتاعه التو جروبس دول هتلاقيها عباره عن ايه؟ عباره عن البي اكس، البي معمول لها اند مع الاكس، والاثنين لو خدت بالك ب1 فالاثنين هما الدايركت فورم، هتبقى بي معمول لها اند مع الاكس. طيب والجروب الثاني ده هتلاقي انه برضو الايكويشن بتاعته هي عباره عن ايه؟ الاي، والاي واخد الدايركت فورم، والاكس والاكس واخد الدايركت فورم لان الاكس هنا ما بتغيرش بواحد وواحد. فتلاقي الايكويشن بتاعت الدي اي هي عباره عن ايه؟ عباره عن اي اكس معمول لها اور مع البي اكس. طيب تاني ايكويشن ايه؟ عايزين نجيب الايكويشن بتاعت التي بي او الانبوت بتاع التي فليب فلوب. فالانبوت بتاع التي فليب فلوب موجود في الكولوم ده، هقدر امثله جوه الكي ماب. عندي هنا كام جروب؟ هتلاقي هنا عندي 3 جروبس، 1 2 و3. طب لو عايز تجيب الايكويشنز بتاعت الجروبس دي هي عباره عن ايه؟ لو خدت بالك اول جروب لو قلنا ده اللي ثابت فيه، هتلاقي ان البي والاكس ثابتين، لكن الاكس واخده الكومبلمنت فورم لانها واخده فاليو 0. فاول حاجه بي معمول لها اند مع الكومبلمنت بتاع الاكس. وتاني واحده تاني جروب هو عباره عن ايه؟ هتلاقي ان الاي هي الثابته هنا بس والاي واخده فاليو 1، فهي اي معمول لها اند مع مين؟ معمول لها اند مع بي، والاثنين ب1، فاي اند بي. واخر جروب خالص هتلاقيها عباره عن ايه؟ عباره عن النيجاتيف بتاع الاي او الكومبلمنت بتاع الاي والكومبلمنت بتاع البي والاكس كلهم عملهم اند مع بعض. فدي الايكويشن بتاعت الانبوت بتاع التي فليب فلوب، هي عباره عن ايه؟ عباره عن اي اند البي، والبي اند النيجاتيف اكس، والنيجاتيف اي اند النيجاتيف بي اند الاكس، وكل دول الثري تيرمز دول معمول لهم اورنج مع بعض. طيب اخر حاجه خالص اللي هي ايه؟ اللي هي الاوتبوت الواي. انا كده جبت الايكويشن بتاعت التو انبوتس، الانبوت الاولاني هو بتاع الدي فليب فلوب والانبوت الثاني هو بتاع التي فليب فلوب. عايز اجيب بقى الايكويشن بتاعت الاوتبوت اللي هو الواي. برضو نفس الكلام، عملت كي ماب للكولوم اللي اسمه واي ده، فطلع لي عندي تو جروبس، الجروب الاولاني ده والجروب الثاني ده. طب هنا هتلاقي الايكويشن بتاعت الجروب الاولاني هي عباره عن ايه؟ عباره عن البي معمول لها اند مع نوت اكس او النيجاتيف بتاع الاكس. طب والايكويشن والجروب الثاني هتلاقي عباره عن الاي معمول لها اند مع النيجاتيف بتاع الاكس برضو، لان الاكس هنا بزيرو والاكس هنا بزيرو، هو ده ما بيتغيرش. فتلاقي الايكويشن بتاعت الواي هي عباره عن ايه؟ البي معمول لها اند مع النوت اكس، والاي معمول لها اند مع النوت اكس، وكل الاثنين دول معمول لهم اورنج مع بعض. يبقى انا كده جبت الستيت ايكويشنز بتوع الاكزامبل ده. خد بالك اول حاجه كانت ايه؟ انك تجيب الستيت تيبل، وطالما عندك الستيت دايجرام تقدر تجيب الستيت تيبل. تاني مطلوب كان ايه؟ انك تجيب الستيت ايكويشنز، وقلنا الستيت ايكويشنز دي هي ايه؟ هي الايكويشن بتاعت الانبوتس بتوع الفليب فلوبس. شوف عندك كام فليب فلوب في الدايره، وعندك كام انبوت لكل فليب فلوب، والايكويشنز بتاعت الانبوت دي هي الستيت ايكويشنز. بس مش بس كده، كمان الايكويشنز بتاعت الاوتبوت.
شوف عندك كام اوتبوت وهات الايكويشنز بتاعتهم، يبقى هما الايكويشن بتاعت الانبوت بتاعت فليب فلوبس والايكويشن بتاعت الاوتبوتس هما دول مع بعض اللي بيسميهم الستيت ايكويشنز. طب عشان اجيب الستيت ايكويشنز محتاج اعرف الانبوتس بتوع الفليب فلوبس، عندي هنا تي فليب فلوبس وعندي دي فليب فلوبس، فباستخدام الاكسايتيشن تيبل والستيت تيبل قدرنا نطلع الانبوتس بتاعت التي والدي فليب فلوب. دلوقتي بقى عندك الانبوتس بتاعت الفليب فلوبس وعندك الاوتبوت فتقدر تطلع الستيت ايكويشنز. طيب واخر حاجه مطلوبه خالص ان انت ترسم بقى السيكوينشال سيركت، ترسم بقى السيكوينشال سيركت بتاعت الايكويشنز دي. طب خد بالك انا هنرسم السيكوينشال سيركت ازاي؟ قلت لك انا عندك ايه؟ عندك اتنين فليب فلوب، فتبدا بالاتنين فليب فلوب دول اللي هما ايه؟ الدي فليب فلوب، وسمينا الانبوت بتاع الدي فليب فلوب هو عباره عن ايه؟ سميناها دي اي، وبالتالي الستيت بتوعهم عباره عن ستيت اي والنيجاتيف بتاع الاي. طب والفليب فلوب الثانيه هي عباره عن تي فليب فلوب، وسمينا الانبوت بتاعها هو تي بي، فده الانبوت وليها تو وليها ستيت اسمه بي، وبالتالي النيجاتيف بي والنيجاتيف بي هما دول التو اوتبوت بتوع التي فليب فلوب. يبقى اول حاجه ترسمها خالص هما التو فليب فلوبس اللي عندك. بعد كده عايزين نرسم الانبوت اللي داخل للدي اي، عايزين نرسم الانبوت اللي داخل لاول فليب فلوب. طب لو انت فاكر الايكويشن بتاعت الدي اي كانت عباره عن ايه؟ لو رجعنا سلايدز ورا، الدي هي عباره عن اي معمول لها اند مع الاكس زائد او اور البي معمول لها اند مع الاكس، فانا عندي تو اندز، وبعدين الاند التو اندز دول معمول لهم اورينج مع بعض. اول اند هي عباره عن اي والاكس مع بعض اندنج مع بعض، وتاني اند البي والاكس مع بعض. فده اللي انا عملته هنا، اول الانبوت بتاع الدي اي هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن الاكس معمول لها اند مع مين؟ مع الاي، فده اول، فدي اول اند، والاكس برضو معمول لها اند مع البي فدي تاني اند، والاثنين اندز دول الاوتبوت بتاعهم معمول له اور، وفي الاخر الريزلت بتاعت الاور دي هي انبوت للدي اي او الفليب فلوب الاولاني. طب انا جبت عرفت ارسم الدايره دي ازاي؟ بناء على الايكويشنز بتاعت الدي اي، انا طلعت الايكويشن بتاعت الدي اي عباره عن اي اكس معمول لها اور مع بي اكس. يعني ايه؟ يعني هي اي اكس موجوده في الاند الاولانيه وبي اكس موجوده في الاند الثانيه، والاثنين معمول لهم اورنج مع بعض، والاوتبوت بتاع الاور ده هو انبوت للدي اي. فدي تاني خطوه نعملها. طب الخطوه اللي بعد كده ايه؟ عايز اجيب برضو الانبوت بتاع التي بي. طب لو فاكر التي بي هي عباره عن ايه؟ كانت عباره عن 3 ترمات 3 ترمز، كل ترم من دول عباره عن اند، اول ترم هو عباره عن اي اند البي، فدول معمول لهم اندنج مع بعض فده اول ترم، تاني ترم هو عباره عن البي معمول له اند مع النيجاتيف بتاع الاكس فده تاني ترم. طب وتالت ترم هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن النيجاتيف بتاع الاي معمول له اند مع النيجاتيف بتاع البي معمول له اند مع الاكس وده تالت ترم، وكل الترمات دي معمول لها اورنج مع بعض، فانا عندي 3 اند وعندي اور في الاخر. فده اللي انا عملته في اول اند، اهي هي عباره عن ايه؟ هتلاقي هي عباره عن الاي النيجاتيف بتاع الاي، فالنيجاتيف بتاع الاي موجود في الاوتبوت ده، النيجاتيف بتاع الاي مع الاكس مع النيجاتيف بتاع البي، فده موجود في اول اند. خدت بالك لو رجعت هنا اهو النيجاتيف بتاع الاي نيجاتيف بتاع البي والاكس، فده موجود في اول اند. طيب تاني اند هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن لو خدت بالك ده رايح فين، ده هو البي معمول له اند مع مين؟ معمول له اند مع الاي، اللي هو اللاين ده جاي من اللاين ده جاي من هنا اللي هو الاي اهو واصل على الاند دي، واللاين ده واصل على البي هنا، فهو عباره عن اي اند البي. لو خدت بالك الكومبوننت الثاني هو اي اند بي، واخر حاجه خالص هو البي معمول له اند مع النيجاتيف بتاع الاكس، فده اللي موجود في الاند الثالثه عباره عن البي، فالبي اهو واصل من هنا على الاند دي معمول له اند مع مين؟ مع النيجاتيف بتاع الاكس، فده الاكس اهو هعمل له نوت وادخله انبوت على الاند دي. طب وفي الاخر الثلاثه اندز دول معمول لهم ايه؟ معمول لهم اور، والاوتبوت بتاع الاور ده داخل انبوت للتي بي. يبقى كده انا عملت ايه؟ كده انا رسمت الانبوت بتاع الدي اي، وقلنا جبت رسمت عرفت ارسمه ازاي؟ بناء على الايكويشن بتاع الدي اي، وبعد كده رسمت الانبوت بتاع التي بي وقلنا رسمته ازاي؟ برضه بناء على الايكويشن بتاع التي بي. طيب واخر ايكويشن عندي خالص هي ايه؟ هي الاوتبوت ايكويشن او هي الواي. لو خدت بالك الواي هي عباره عن ايه؟ الواي هي عباره عن البي معمول له اند مع النيجاتيف بتاع الاكس. خد بالك ان ده كان موجود في انهي، في واحده من الاندز اللي احنا عملناها قبل كده. لو رجعت ورا بي معمول له اند مع النيجاتيف بتاع الاكس هو واحده من الاندز بتاعت التي بي، وهو برده موجود في الواي، فده معناه ان انا ممكن استخدم الاوتبوت بتاع نفس الاند عشان اطلع الواي. طب والاند الثانيه هي عباره عن ايه؟
الاند التانية عبارة عن الـ A معمول لها AND مع النيجاتيف بتاع الـ X. فعندي الـ AND دي هي ايه؟ A. شوف لو انت خدت بالك ده نيجاتيف X هو جاي من هنا، دي النوت بتاع الـ X اهو input للـ AND دي، والـ A هو الـ input التانية. لو خدت بالك اللاين ده جاي منين؟ هتلاقي اللاين ده جاي من A. فهو A اهو اللاين ده معمول له AND مع النيجاتيف بتاع الـ X. طب وتاني input او تاني AND هي عبارة عن ايه؟ لو خدت بالك هي عبارة عن B AND NOT X، وقلنا الـ B AND NOT X ده كان واحد من الـ ANDs الموجودين في الـ TB، في الـ input بتاع الـ TB. فممكن اخد الـ output ده directly. هو كانت الـ AND دي، الـ AND دي كانت عبارة عن ايه؟ كانت عبارة عن الـ B، لو خدت بالك الـ input اهو B معمول له AND مع مين؟ معمول له AND مع الـ negative بتاع الـ X. فممكن اخد الـ output بتاع الـ AND دي والـ output بتاع الـ AND دي واعمل لهم O-ring مع بعض اهو، الـ output بتاع الـ AND دي والاوتبوت بتاع الاندي واعمل لهم اورنج مع بعض، ويبقى هو ده الواي. يبقى انا رسمت السيكوينشال دايجرام ده بناء على ايه؟ بناء على الانبوت، بناء على الايكويشن بتاعه الدي اي والتي بي والواي، وقدرت بيهم بالثلاثه ايكويشنز دول قدرت ارسم السيكوينشال دايجرام ده. بس اخر خطوه ما تنساهاش ان انت محتاج توصل كلوك على الاثنين فليب فلوب دول، محتاج توصل انبوت اخير اللي هو الكلوك على التو فليب فلوبس دول. خد بالك ان في هنا انبوت للكلوك في الفليب فلوب الاولانيه، وفي انبوت للكلوك في الفليب فلوب الثانيه، محتاج ندخل عليهم انبوت كلوك، ودي اخر خطوه في السيكوينشال دايجرام. يبقى انا هنا رسمت السيكوينشال دايجرام ازاي. اول حاجه بدانا بيه ان احنا حطينا التو، لو رجعنا تاني كده، اول حاجه بدانا ان احنا انا عندي كام فليب فلوب، قايل لك في الاكزامبل عندك اثنين فليب فلوب، واحده اسمها دي، واحده دي فليب فلوب والثانيه تي فليب فلوب. طيب فده اول حاجه ان انت حطيت الاثنين فليب فلوبس وحطيت الانبوتس بتوعهم والاوتبوتس بتوعهم، فدي اول خطوه. ثاني خطوه ان انت ترسم الدايره بتاع الانبوت الاولاني اللي اسمه دي اي. طب وارسم الدايره دي بناء على ايه؟ بناء على الايكويشن اللي طلعناها لدي اي، فده اللي عملناه هنا. وبعد كده خطوه بعد كده تعمل ايه؟ ترسم الدايره بتاعه الانبوت الثاني اللي هو تي بي، وبرده بناء على الستيت ايكويشن اللي احنا طلعناها، فده اللي عملناه، رسمنا الدايره بتاعه التي بي. واخر خطوه او الخطوه اللي قبل الاخيره ان انت ترسم الايكويشن بتاعه الاوتبوت اللي هو اللي اسمه واي، فده اللي عملناه هنا، رسمنا الايكويشن بتاعه الواي. كده رسمت الايكويشن بتاعه التي بي والدي اي والواي. اخر ستيب خالص ان انت توصل التو فليب فلوبس دول، عندك اثنين فليب فلوبس او عندك ثلاثه او عندك اربعه على حسب الاكزامبل، فتوصل التو فليب فلوبس دول على الكلوك سيجنال، ودي تبقى اخر خطوه. وبالتالي انت كده رسمت السيكوينشال دايجرام او السيكوينشال سيركت بتاعه الاكزامبل اللي طلبته منك ده. طيب خلينا نشوف الاكزامبل ده. هنا بطلب منك ايه؟ بقول لك انه باستخدام اتنين فليب فلوبس، الاثنين دول هم عباره عن دي، يبقى استخدام اتنين دي فليب فلوب، عايزك تعمل ايه؟ عايزك تعمل سيكوينشال سيركت، عايزك تعمل سيكوينشال سيركت فيها اتنين فليب فلوب وفيها 1 انبوت. انا كده ما جبتش سيره الاوتبوت، يبقى ده معناه ايه؟ يعني ده ما فيهاش اوتبوت. طب لو انا ما جبتش سيره الاوتبوت في الاكزامبل ده، ده معناه ان السيكوينشال سيركت دي اللي انا طالب منك انك تبنيها ما فيهاش اوتبوت. الاوتبوت ده اللي احنا كنا بنسميه واي، لكن طبعا الفليب فلوبس اللي فيها اللي هم الدي فليب فلوبس الاثنين اللي فيها دي ليها اوتبوت، اللي هو سواء كان اي او بي او اي نيجاتيف او بي نيجاتيف. انا بتكلم على الاوتبوت بتاع السيكوينشال سيركت. طالما ما قلتلكش في اوتبوت للسيكوينشال سيركت يبقى ما لهاش اوتبوت، لكن دايما في اوتبوت للفليب فلوبس، وده ما يعتبرش اوتبوت للسيكوينشال سيركت، ده اوتبوت بتوع الفليب فلوبس. يبقى هنا ايه؟ هنا عندي اثنين فليب فلوب، الاثنين دي فليب فلوبس، وعندي 1 انبوت بس وما عنديش ولا اوتبوت. طيب الفليب فلوب السيكوينشال سيركت دي بتشتغل ازاي؟ اهو هو بيقول لك هنا بتشتغل ازاي. لما يكون الانبوت بتاعك بزيرو، خد بالك لما يكون الانبوت بتاعك بزيرو هتبقى الستيت بتاعه السيركت دي هتفضل زي ما هي، هتريمينز ذا سيم. يعني ايه؟ يعني لما يكون لو انت موجود في ستيت 0 0 والانبوت بتاعك بزيرو هتفضل في نفس الستيت، يعني النكست ستيت بتاعتك هتفضل زي ما هي 0 0. لو موجود مثلا في ستيت اسمها 1 0 والانبوت بتاعك في الستيت دي هو برضه 0، ده معناه ان انت هتفضل في نفس الستيت، او النكست ستيت بتاعتك هتفضل زي ما هي 1 0. فلو الانبوت بزيرو الستيت بتاعت السيركت فالستيت بتاعت السيركت هت ريمين ذا سيم. طب لو الانبوت ب1 السيركت هيحصل لها ايه؟ الستيت بتاعت السيركت هتعمل ترانزيشن من 0 0، لو كانت 0 0 هتروح ل 0 1، لو كانت 0 1 هتروح ل 1 1، لو كانت 1 1 هتروح ل 1 0، لو كانت 1 0 هتروح ل 0 0. فهنا بيقول لك انه لو كان الانبوت بتاعك ب1 ساعتها هيحصل ترانزيشن للستيت بتاعت السيركت. طب هروح لانهي ستيت؟ اهو بيقول لك هنا لو كنت في 0 0 هتروح ل 0 1، ده لما يكون الانبوت ب1، لو كنت في 0 1 هتروح ل 1 1 لما يكون الانبوت برضه ب1.
لو كان الستيت 1 0 هتروح برضو هتروح تاني باك ل 0 0 لو كان الستيت لو كان الانبوت ب 1. يبقى انا عندي هنا تو كونديشنز، عندي ان لما يكون الانبوت بتاعي ب 0 فالنكست ستيت بتاعتي هتبقى هي الكرنت ستيت، لما يكون اول كونديشن لما يكون الانبوت بتاعي ب 0 فالنكست ستيت هتبقى بتاعت السيركت دي هتبقى هي برضو بتساوي الكرنت ستيت. يعني لو كنت انت موجود في 0 0 والانبوت 0 يبقى النكست ستيت 0 0، لو كنت موجود في 0 1 والانبوت 0 النكست ستيت 0 1، لو كنت موجود في 1 1 والانبوت 0 النكست ستيت 1 1. طب فده اول كونديشن خالص. طب تاني كونديشن ايه؟ لما يكون الاوتبوت الانبوت باب 1، لما يكون الانبوت باب 1 هتعمل ايه؟ قال لك اهو لما يكون الانبوت 1 وانت موجود في ستيت 0 0 هتروح لستيت 0 1، ولما يكون الانبوت ب 1 وانت موجود في 0 1 هتروح ل 1 1، ولما يكون الانبوت ب 1 وانت موجود في 1 1 هتروح ل 1 0، ولما يكون الانبوت ب 1 وانت موجود في 1 0 هتروح ل 0 0 and so on. فباستخدام السبيسيفيكيشن المكتوبه هنا دي تقدر تطلع ايه؟ تقدر تطلع تقدر تطلع الستيت دايجرام. فده اول حاجه هنطلعها باستخدام الكلام الفيربالي المكتوب هنا ده، هنقدر نطلع منه الستيت دايجرام. فخلينا نشوف الستيت دايجرام هيبقى عباره عن ايه. اهو عندي كام ستيت. بما ان عندي 2 دي فليب فلوب، فانا عندي لكل واحده ستيت، فعندي ستيت A وعندي ستيت B، فانا عندي 2 ستيت اللي هما 2 ال A وال B. طب ايه كل البوسيبل كومبينيشن بتاع التو ستيتس دول؟ 0 0 0 1 1 1 1 و 0. فدول 4 بوسيبل كومبينيشن، فدول همثلهم في 4 سيركلز هنا. ياخد بالك اول حاجه تعرفها ان انت عندك كام ستيت، دي اول حاجه لازم تعرفها. طب انا عندي هعرف ازاي عندي كام ستيت؟ بناء على عدد الفليب فلوبس اللي عندك. عندك كام فليب فلوب؟ لكل واحده من الفليب فلوب دي هي عباره عن 1 ستيت. لو عندك 2 فليب فلوب، لو عندك 2 فليب فلوبس يبقى عندك 2 ستيت، لو عندك 3 فليب فلوبس يبقى عندك 3 ستيت، لو عندك واحده فليب فلوب يبقى عندك ستيت واحده بس. فبتعرف عدد الستيتس الموجودين عندك بناء على عدد الفليب فلوبس الموجودين عندك في السيكوينشال سيركت. انا عندي هنا 2 فعندي 2 ستيت. طب وبعد كده اعمل ايه؟ بعد كده هات كل البوسيبل كومبينيشن بتوع التو ستيتس دول. عندي 2 ستيتس فانا عندي 2 تو ذا باور 2، فعندي 4 بوسيبل كومبينيشن اللي هم ايه؟ 0 0 0 1 1 و 0 و 1 1. فهمثل كل واحده من البوسيبل كومبينيشن دول جوه سيركل زي ما انت شايف كده. طيب وبعد كده نكمل. قال لك ايه؟ لما يكون الانبوت ب 0 او لما يكون الانبوت ب 0 النكست ستيت هتبقى هي الكرنت ستيت. لما يكون الانبوت ب 0 النكست ستيت هي الكرنت ستيت. يعني ايه؟ يعني لما تكون انت موجود في 0 0 والانبوت بتاعك 0 هترجع تاني لنفس الستيت، لما يكون في 0 1 والانبوت بتاعك ب 0 هترجع تاني لنفس الستيت، لما يكون في 1 1 والانبوت 0 هتلاقيك ترجع تاني لنفس الستيت and so on. فده اللي هعمله هنا، انه لما يكون انا موجود في 0 0 والانبوت 0 هتلاقيني بعمل ايه؟ ارو باك تاني لنفس الستيت 1 0 والانبوت 0 هتلاقيني بعمل ارو باك تاني لنفس الستيت and so on. طب لما يكون الانبوت ب 1 ايه اللي يحصل؟ اهو قال لك هنا لما يكون الانبوت 1 هيحصل ترانزيشن 0 0 هتروح ل 0 1. ده اللي هيحصل هنا لما يكون الانبوت 1 0 0 هيعمل ترانزيشن ل 0 1، ولما يكون الانبوت 1 ما تنساش الرقم اللي على الارو، لما يكون الانبوت 1 0 0 هيروح ل 0 1. طب 0 1 هيروح ل 1 1، لما يكون الانبوت 1 0 0 0 1 الستيت اسمها 0 1 هتعمل ترانزيشن لستيت اسمها 1 1. فده اللي بيحصل هنا لما يكون 0 1 والانبوت 1 هيحصل ترانزيشن لستيت اسمها 1 1. طيب لما يكون 1 1 والانبوت 1 هيحصل ترانزيشن لمين؟ ل 1 0. اهو 1 1 والانبوت 1 هعمل ترانزيشن ل 1 0. واخر ستيب خالص لما اكون في 1 0 والانبوت 1 هعمل ترانزيشن تاني ل 0 0، وده الموجود هنا لما اكون 1 0 والانبوت 1 هعمل ترانزيشن ل 0 0 and so on. فباستخدام الكلام اللي مكتوب هنا ده مكتوب في الاكزامبل قدرت ارسم الستيت دايجرام. يبقى يا اما ابقى مديك الستيت دايجرام واطلب منك تجيب كل الحاجات التانية، يا اما ابقى مديك الستيت تيبل واطلب منك برضو تجيب كل الحاجات التانيه اللي هو زي ما قلنا ستيت ايكويشن ستيت دايجرام سيكوينشال سيركت، او انه تكون مديك حاجه زي كده مكتوبه بقول لك بستخدم كام عدد الفليب فلوبس، واطلب منك ان انت بناء على ده ترسم الستيت دايجرام بناء على الديسكربشن الموجود هنا ده، ترسم الستيت دايجرام وبعد كده بعد ما ترسم الستيت دايجرام تجيب بقى الستيت ايكويشنز والستيت تيبل وتجيب السيكوينشال سيركت. قلنا لو عندي حاجه زي كده، لو انا مديك ديسكريبشن وعايزك تطلع منه الستيت دايجرام تعمل كده ازاي؟ اول حاجه تعرفها عندك كام فليب فلوب. عشان ليه عايز تعرف عندك كام فليب فلوب؟ لانه بناء على عدد الفليب فلوب هو ده هيساوي عدد الستيتس. لو عندك 2 فليب فلوبس يبقى عندك 2 ستيتس زي ما قلنا. طب عندك دلوقتي كام ستيت؟ عندك 2. طب ايه كل البوسيبل كومبينيشن بتوع الاثنين ستيتس دول؟
هتلاقي ان 2 to the power 2 يعني 4، يعني عندك 4 possible combination. لكل واحده من possible combination دول هتعمل ايه؟ هتعمل سيركل. طيب والترانزيشن ما بين السيركلز دي هتحدد على اساس ايه؟ هتحدد على اساس المكتوب في الديسكريبشن ده. لو هنا قايل لك ايه؟ انه لما يكون الانبوت بزيرو كل الستيت هتفضل في الستيت اللي كانت فيها. لما يكون الانبوت بزيرو كل النكست ستيت هتبقى هي عباره عن كرنت ستيت. ده معناه ايه؟ ده معناه لما يكون الانبوت بزيرو وانا عندي ستيت 0 0 يبقى برضه النكست ستيت هتبقى 0 0. لما يكون الانبوت بزيرو والكرنت ستيت 0 1 يبقى النكست ستيت برضه 0 1. يبقى بتلاقيني بعمل ارو ده طالع من الستيت وراجع تاني على نفس الستيت لما يكون الانبوت بزيرو. يعني عامل ارو طالع من الستيت وراجع تاني على نفس الستيت لما يكون الانبوت بزيرو. طب ده لما يكون الانبوت بزيرو هيحصل ايه؟ لما يكون انبوت 1 هتلاقي برضو قايل في الديسكربشن لما يكون انبوت 1 ان هيحصل ايه؟ هيحصل ترانزيشن للستيت. لما يكون في 0 0 هتروح ل 0 1. هتلاقي هنا حاطط اهو لما يكون في 0 0 اعمل ارو لغايه 0 1 والرقم اللي على الارو ده هو الانبوت 1. يبقى انا من 0 0 رايح ل 0 1. لما يكون من 0 1 هروح ل 1 1 لما يكون الانبوت 1. يبقى 0 1 هروح ل 1 1 لما يكون الانبوت 1. من 1 1 هروح ل 1 0 لما يكون الانبوت 1 اهو. من 1 1 ل 1 0 لما يكون الانبوت 1 and so on. فبناء على الديسكربشن ده تقدر تطلع الستيت دايجرام. Once you have the state diagram تقدر بكل سهوله تكمل بقيه الديزاين بتاع السيركت، ان انت تجيب الستيت تيبل، ان انت تجيب الستيت تيبل، وبعد ما جبت الستيت تيبل باستخدام الاكسايتيشن تيبل واستخدام الاكسايتيشن تيبل تقدر تطلع الانبوتس بتاعه الفليب فلوبس. وبعد كده once you have the inputs of the flip flops ممكن تطلع الستيت ايكويشنز، وبعد ما يبقى عندك الستيت ايكويشنز تقدر ترسم السيكوينشال سيركت.